مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم ومنوريني دايما كالعاده ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. اهلي الليله هنتكلم زي ما متعودين مع حضراتكم في الحدث، والحدث هو مباراه الاهلي وبيراميدز، المباراه الهامه جدا في كاس مصر ان شاء الله يوم السبت في برج العرب في الثامنه مساء. هنشوف استعداد نادي الاهلي في تمرين اعتقد ان هو قرب على الانتهاء او انتهى. هيكون معايا زميل العزيز كريم احمد عشان زي ما متعودين مع حضراتكم يقول لنا اخر اخبار التمرين وكل اللي حصل فيه بالظبط. هيكون بعد الاخبار هيكون معايا الكابتن او نجم النادي الاهلي ونجم مصر الكابتن ماهر همام، هنتكلم معاه عن هذا اللقاء الهام جدا الاهلي وبيراميدز. هيكون بعد الكابتن ماهر همام او الفقره الثانيه الاستاذ الكبير الاستاذ عصام شلتوت مدير تحرير اليوم السابع، والكابتن حسين شكري نجم الاهلي السابق هيكونوا بصحبه الزميل محمد سعيد. دي فقرات النهارده من الاهلي الليله ان شاء الله، دايما بنحاول ان احنا نرضي حضراتكم في كل حاجه. عندنا مباراة زي ما قلت لحضراتكم مباراة كبيرة قوي، مباراة بتضم لعيبة مميزين جدا، مباراة بتضم كمان مفروض مديرين فنيين يعني مميزين قوي كمان بعد كمان انتقال ديسابر لفريق بيراميدز، مدير فني رائع بصراحة كان ماسك الإسماعيلي عمل معاه شغل كبير جدا، ماسك منتخب أوغندا عمل معاه شغل كبير جدا أيضا، يعني الراجل في العموم مدرب كويس ليه بصمة على الفرق اللي ماسكها. عشان كده المباراة نوعيا او نوعا ما صعبه، لكن ان شاء الله تكون سهله على النادي الاهلي باصراره وعزيمته بالمباراه اللي فاتت بمكسب الدوري العام. عايزين كمان هنتكلم عن رسارتي وتصريحاته لجريده اسبانيه اتكلم فيها عن شكل الدوري والامور الفنيه اللي تتعاقد بالدوري هذا العام، اتكلم كمان عن العقبات اللي قابلت النادي الاهلي، اتكلم كمان ان هو تولى المسؤوليه الفنيه بعد عدد ليس بكثير من المباريات، اتكلم عن ان النادي الاهلي هو لسه يعني برضو ما عرفش النادي الاهلي وتاريخه قوي، اتكلم ان هو عمل حدث كبير جدا باعتلائه لقمه الدوري العام، لكن النادي الاهلي متعود على كده. هنتكلم في كل التفاصيل دي وهنتكلم كمان هقول لكم قال ايه بالتحديد، لكن الحدث الاهم زي ما اتفقنا مع حضراتكم ماشي نرجع لها الثانيه برجاوي بعد ما اقول ان الحدث الاهم ان شاء الله يوم السبت الاهلي وبيراميدز. في ناس كتير قوي بيقولوا الاهلي هيدخل ان شاء الله متفائل بالدوري العام، الاهلي باسمه، الاهلي بتاريخه، الاهلي بانجازاته، الاهلي بلاعبته، الاهلي بالقياده الفنيه، القياده الاداريه، عشان كده المباراه ممكن تكون سهله نوعا ما، لكن بيراميدز مش هياخد المباراه زي ما احنا بنتكلم كده. بيراميدز عنده طموحات، عنده مدير فني جديد، هيقابل فريق كبير قوي قوي بحجم النادي الاهلي، اكيد هيكون بيفكر ان هو يعمل حاجه في اول مقابله ليه، خصوصا مع فريق كبير زي النادي الاهلي بطل مصر وافريقيا والعرب ايضا. المباراه هتكون في ارض الملعب فنيا فيها شغل كبير قوي ان شاء الله لصارت يكون مقدر كل هذه الامور الفنيه. هنشوف صفقات جديده تدخل في هذا اللقاء من عدم، ونشوف قفشه اللي كان بيلعب في بيراميدز عنده دوافع كبيره جدا ممكن يقدمها، هنشوف شكل لاسارتي والتشكيله اللي ممكن يقدمها مع النادي الاهلي، وهنناقش كل الكلام ده مع الكابتن الكبير نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن ماهر همام. تعال اقول لكم تصريحات لاسارتي في الحوار الاجرام مع جريده اسبانيه او مجله اسبانيه، قال وجدت نفسي في بلد جديد وثقافه جديده، ده كلام لاسارتي، وكان علي التاقلم سريعا، توليت المسؤوليه في 28 ديسمبر الماضي وكنا لعبنا اقل من نصف عدد مباريات الدوري وكنا خلف متصدر الدوري ب 15 نقطه. قال كمان المدرب الاوروجواني قال لم يراهن احد علينا. انا اختلف معاك جدا، كلنا راهنا ان النادي الاهلي هياخد الدوري وان شاء الله هياخده، احنا قلنا كمان الكلام ده من بدري قوي، كل الاهلاويه وكل جماهير النادي الاهلي وكل المنتمين النادي الاهلي راهنوا ان الاهلي هياخد الدوري، لان ده تاريخ وده يعني ميراث ورثناه كلنا كاهلاويه، ان الاهلي في اي ظروف دايما بنراهن عليه ودايما بنكسب الرهان، لان هو عودنا على كده يا مستر رسارتي ان احنا كلنا راهنا على النادي الاهلي. ممكن تكون تقصد بقى غير الاهلاويه اللي ما راهنوش فعلا، لكن ماشي. قال لم يراهن احد علينا ولكننا حققنا نتائج جيده، عوضنا الفارق مع المنافس وانهينا الدوري بفارق مريح، هذا الدوري اثبت انه لا يوجد مستحيل، عشان كده بقول ان هو يعني تاريخ النادي الاهلي كله ما فيهوش مستحيل، لكن الدوري السنه دي كان ليه ظروف مختلفه تماما ماشي، هناك اهداف اصعب ولكنها ليست مستحيله. قال كمان الاهلي هو نادي كبير جدا في افريقيا وكان الامر صعبا بالنسبه لي لانني لا علي التاقلم على لغه جديده. هقول لكم تاني الكلام اللي قاله لانه كلام مهم جدا، قال الاهلي نادي كبير جدا في افريقيا وكان الامر صعبا بالنسبه لي. ليه بقى؟ لانني كان علي التاقلم على لغه جديده وطريقة تفكير جديدة، لكن الأمر مر بشكل جيد.
هي لغه كره القدم عموما في العموم لغه واحده، ما بتحتاجش مترجمين او بتحتاج ان انت تكون بتتكلم عربي او انجليزي او اسباني او ايا كان اللغه ايه، لكن لغه كره القدم واحده، فعشان كده الكوره او لغه الكوره واحده. ممكن يكون الكلام في الصحيفه مش مترجم كويس قوي بالنسبه للعربي يعني، لكن الكلام فيه ان شاء الله يعني يبقى فيه تفسير للكلام ده، لان لغه كره القدم واحده. لكن في العموم قال على التاقلم على اللغه الجديده للثغرات الخاصه بيه، اللاعبين نقاط القوه والضعف، كل الامور الخاصه بها به المباراه ان شاء الله تكون قراءه جيده للجهاز الفني، يقدر ان هو من خلالها يكون في تشكيل مميز ويختار لاعبين وعناصر مميزه تقدر ان هي تصنع الفارق مع النادي الاهلي في هذه المباراه. نقطه كمان مهمه كابتن ميدو اللي بنحب نطمن بها كل الجمهور على اللاعبين اللي بيكون فيها تساؤلات كثيره جدا، ليه اللاعب ده ما اشتركش النهارده في الجماعي، اللاعب ده ما كانش متواجد. تاكد لك عوده وليد سليمان في البدايه وجاهزيته، بيعلن جاهزيته ان شاء الله بكل قوه لمباراه السبت باذن الله، بجانب رامي ربيعه وعلي معلول. رامي ربيعه وعلي معلول زي ما احنا عارفين ما شاركوش في التدريبات الجماعيه بالنسبه للامس، اطمنا من الجهاز الطبي الجهاز الفني قال يمكن هي اجهاد عام فقط لا غير، وهيكون في تدوير، وباكد لك على سياسه التدوير يا كابتن ميدو، واحنا عندنا كوكبه كبيره ولاعبين مميزين كثيره جدا داخل المستطيل الاخضر، فيكون في تدوير بشكل كبير جدا خلال المباريات القادمه، سواء مباراه بيراميدز او مباريات بطل جنوب السودان، مباراه العوده بالنسبه للنادي الاهلي. كل الامور الحمد لله كابتن ميدو. الشناوي كمان كنت لسه اسالك على الشناوي، تدريب النهارده على اعلى مستوى مع الكابتن طارق سليمان، الحمد لله يعني فنيا وبدنيا لعيبه النادي الاهلي جاهزه ان شاء الله باذن الله ينقصنا، باذن الله يكون التوفيق معانا، وبنطمع كمان يا كابتن ميدو يكون في عدد من الجماهير، عدد قليل جدا بالنسبه للاختيار، طبعا 15 فرد من هنا لمجلس الاداره وايضا الاداريين، و15 بالنسبه لنادي بيراميدز، لكن في محاولات كبيره جدا من النادي الاهلي بالتنسيق مع وزاره الداخليه مديريه امن الاسكندريه، ان شاء الله باذن الله العدد يزيد شويه، لان المباراه دي بالذات يعني اكيد جمهور النادي الاهلي كانت رساله رائعه في مباراه بطل الجنوب بتستبين ان شاء الله، حتى لو عدد قليل لكن بيصنعوا الفارق بشكل كبير جدا، وان شاء الله يكونوا كلمه السر يا كابتن ميدو. انا معاك ايضا كابتن ميدو، هو احنا دخلنا الجماهير في البطوله الافريقيه وكانوا يعني ما فيش اروع من كده، مش عارف ايه التخوف بقى بعد كده، مش عارف والله يا كابتن ميدو. بالفعل يعني الحاله الوحيده والحاله المفضله كانت بالنسبه لمباراه البطوله الافريقيه هي جمهور النادي الاهلي، يعني جمهور كمان بالنسبه لجمهور مصر كمان، لكن انا باكد لك على المباراه الاخيره والجمهور والالتزام والتشجيع الكبير، واللعيبه كمان بتتكلم معانا يا كابتن ميدو، يعني بعض اللعيبه بتقول احنا بننزل الملعب بشهر سبت بالعرب السوق السلاب وبنشوف عدد قليل من الجمهور، يعني الامر بيفرق كتير جدا مع اللاعبين، وبنتمنى خلاص احنا عندنا التجربه وقادرين ان احنا ندخل عدد كبير، قادرين ان احنا نامن، قادرين ان احنا يكون في التزام، وجمهور النادي الاهلي كمان يا كابتن ميدو كل الالتزام خلال الايام الماضيه والفتره الماضيه، فان شاء الله باذن الله يكون الجمهور متواجد حتى لو عدد قليل، بناكد ان حتى لو عدد قليل لان في اتجاه ان شاء الله يكون العدد ازيد من كده شويه كابتن ميدو باذن الله في هذه المباراه، لكن بجانب كل هذه الامور الخاصه بالجماهير لعبتنا مركزه بشكل كبير، لعبتنا عندها اصرار وعندها هدف، ان شاء الله باذن الله تكون المباراه القادمه توعينا لدور الثمانيه من بطوله كاس مصر. اكيد ان شاء الله كريم. عجبني قوي في بدايه كلامك قلت ثقه لكن يصحبها الحذر. بالظبط يا كابتن ميدو، يعني الواحد من خلال اللي لمسه مع مستر مارتن ومع اللاعبين في ثقه كبيره جدا وفي فرحه كبيره جدا، لكن في حذر كبير جدا جدا جدا، الموضوع بيختلف داخل المستطيل الاخضر، مهما كنت في التدريب بفورمه ومهما كنت مركز، لكن تركيز يوم الماتش وقبل ساعات من الماتش ده امر مهم جدا، ده اللي بيتكلم على طول باستمرار عليه مستر مارتن كابتن سيد عبد الحفيظ، جلسات ثنائيه مع اللعيبه، جلسات جماعيه، لان بقول لك اهميه المباراه دي ان هي هتطلعين من بطوله الدوري، يعني واخدين بطوله الدوري ومحافظين على اللقب بطوله الكاس بعيده شويه على النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحسمها، وباذن الله يكون الحذر ده يطبق في ارضيه الملعب بالاختيار بالنسبه للتشكيل المثالي اللي النادي الاهلي يقدر يستطيع ان هو يفوز بيه، وايضا كمان لعبتنا تقدر تحافظ على نفسها بالنسبه للاصابات، لان محتاجين كل اللعيبه خلال المرحله اللي جايه يا كابتن ميدو. خلينا اتكلم معاك يا كريم على موضوع الثقه بالحذر، وانت بتتكلم كمان عن قد ايه المباراه تكون مميزه وقد ايه اللعيبه لازم تكون مركزه في المباراه تحديدا يوم المباراه. نستشهد بالمباراتين اللي لعبوا قبل كده الاهلي وبيراميدز، والاهلي كان خسر مباراتين لكن الاهلي كان متسيد المباراتين، فلازم فعلا يكون تركيز في كل اوقات المباراه. بالتاكيد يا كابتن ميدو، دي من اهم الاشياء طبعا، النادي الاهلي عامه او لعيبه النادي الاهلي تركيزها الكبير، وساعات التحذير بيبقى كده يعني ما تركزش قوي في المباراه لان ممكن
الموضوع يبقى عكس اي، لكن لعبتنا خبره بشكل كبير جدا، وزي ما بقول لك لها حسابات خاصه هذه المباراه من كلامنا مع اللعيبه من وشوش اللعيبه كمان يا كابتن ميدو، عارفين ان هذه المباراه حسابيا لها حسابات على ارض الواقع وفي جدول بطوله كاس مصر، ولكن لها حسابات خاصه بشكل كبير جدا مع جمهور النادي الاهلي، مع لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه بالتحديد. مباراه بيراميدز هي مباراه لا تقل اي عن اي مباراه، ولكن كونها مباراه في كاس مصر انت عارف المغلوب هيطلع بره طبعا بالنسبه ليها هذه المباراه، لكن كلنا ثقه في اللاعبين وده اللي احنا شايفينه، عشان كده بناكد من خلالك يا كابتن ميدو الثقه الكبيره اللي احنا بنشوفها والحذر الكبير ان شاء الله يطبق في ارض الملعب وينقصها ان شاء الله. كل التوفيق يكون معنا في مباراه يوم السبت باذن الله. يا رب يا كريم ان شاء الله نبارك لبعض بعد هذه المباراه، وان شاء الله نبارك لبعض بافريقيا كمان الهدف الاكبر. كريم احمد زميل العزيز، شكرا جدا على كل هذه التوضيحات، وكمان اتكلم عن مران يعني كل كبيره وصغيره زي ما متعودين. كان معايا امبارح شريف شعبان، ما شاء الله عندنا زمايلنا بيغطوا الشكل الفني كمان بطريقه مميزه قوي. كمان عايز اتكلم معاكم في نقطتين كنا اتكلمنا فيهم امبارح. في بعض الناس بيفكروا المباراه بقى يعني ناخد بطرنا وسقريه واتغلبنا قبل كده، يعني بتحسبش كده في الكوره، واحنا كاهلاويه خلاص اعتقد ان احنا ثقافتنا كمان اتغيرت بشكل كبير قوي. انت بتاخد اهم حاجه، انت بتخسر خسرت او ماتش ماتشين، لكن خدت الدوري. كانت في ظروف كتير جدا الدوري اللي فات، انا طبعا ضد ان احنا نخسر ماتشين من فريق انا معاكم، لكن بتكلم في العموم، بتكلم في الهدف الاكبر، انت بتاخد الحاجه اللي انت بتنافس عليها اساسا بتاخدها الحمد لله والشكر لله، فمش عايزين ناخد القصه بالطريقه دي. الحاجه الثانيه الشناوي وجاهزيته للمباراه، الشناوي كان بيشتكي من الام يعني الحمد لله دلوقتي جاهز للمباراه مع لطفي وبقيه الحراس. اللي كان عايز اتكلم كمان عن طارق سليمان، طارق سليمان او مدرب حراس النادي الاهلي تحديدا، اللي شفناه مع الشناوي في المنتخب الناس قالت هو الشناوي في المنتخب شكله، لا الشناوي كان قبل المنتخب كان ماشي كويس قوي، وانا اتكلمت برضه مع حضراتكم لكن احنا بس بنذكر الناس عشان ندي لطارق سليمان حقه. طارق سليمان من المدربين اللي هم يعني مجتهدين جدا جدا، وبيعرف يتعامل نفسيا مع كل انواع الشخصيات اللي حواليه، لان طارق انا عاشرته كمان وانا لعيب كوره، مميز قوي وعنده صبر طويل قوي ومجتهد قوي قوي في شغله، عشان كده لازم نديله حقه. ان شاء الله ان شاء الله يكون متواجد معانا زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، كل شويه بنجيب نجم كبير ونتكلم معاه في كل التفاصيل، لكن انا دوري ان انا لازم اشيد بدور طارق سليمان ودور مدرب الحراس، وقد ايه فرق كبير قوي بين النادي الاهلي واي مكان حتى منتخب مصر. جماهير النادي الاهلي ما بتقبلش اي خطا، تبقى انت واقف في المرمى في دماغك 60,000 حاجه. المفروض انا كحارس مرمى ان انا اركز في الملعب بس، لكن غصب عن اي بني ادم لا، هو واخد من تفكيره شويه، الجماهير واخد من تفكيره شويه، انا لو حصل حاجه ممكن يحصل فيا ايه، لو طلعت على، عشان كده ممكن يكون مستوى يعني كان بيروح وبيجي، لكن الحمد لله كان ثابت قبل منتخب مصر. وكنتوا تفتكروا المباريات اللي اداها الشناوي كانت ولا اروع، وكمان لطفي كمان، فمش عايزين يعني نقلل من دور اي حد مهما كان، لكن في المنتخب الموضوع منتخب مصر غير النادي الاهلي تخيلوا، واكيد حضراتكم فاهميني طبعا. المنتخب الموضوع بقى فيه اريحيه شويه، بيبقى فيه ان انا واقف منتخب مصر ان انا بقى فيه شكل كمان ثقه شويه شو شويه ممكن، لكن الاهلي لا، الاهلي الغلطه فيها كلام كتير جدا جدا، عشان كده المسؤوليه كبيره قوي، وانا دوري كمدرب مش دور فني بس، ده دور فني ودور ان انا بتكلم معاك في كل حاجه في شخصيتك، بتكلم معاك في الضغط الجماهيري، بتكلم معاك قد ايه تكون واقف واثق من نفسك، الغلط انا هشيله انا، لا كبير جدا الموضوع. طارق سليمان كل التحيه والتقدير ليه، زي ما قال كريم شغال مع الحراس بمنتهى الجديه، شايفين عرضنا لحضراتكم جزء من تدريب الحراس المرمى، بيشتغل بكل الكرات، اكيد تدريبات صعبه جدا لحراس المرمى، ان شاء الله ربنا معاهم وان شاء الله يكونوا موفقين كالعاده. يلا عشان ما اتاخرش على الكابتن ماهر همام اقول لكم بسرعه الاخبار. محمد صلاح شفناه امبارح ما شاء الله ما شاء الله بيحصد السوبر الاوروبي مع ساديو ماني، حاجه تشرفنا كلنا. محمد صلاح سادس افضل لاعب في اوروبا، اختير سادس افضل لاعب في اوروبا، وساديو ماني خد اعتقد المركز الرابع. ساديو ماني بعد الهدفين امبارح قال ان فيرمينيو كان صاحب الفضل في الثنائيه اللي احرزها في مرمى تشيلسي، ده كان ساديو ماني. فان دايك المدافع الصلب مدافع ليفربول، حاجه عصريه جدا، وحاجه تخليك انت قاعد تتفرج عليه كده، مدافع فعلا ما بيتكررش كتير. بيقول السوبر الاوروبي انطلاقه الريدز لحصد الالقاب، ان شاء الله احنا كلنا كمصريين بنتمنى ان الريدز يكون يعني ده قدامنا اهو فان دايك، حاجه مميزه قوي.
حاجه مهمه قوي، حاجه يعني تحس ان انت بتتفرج على حاجه مش طبيعيه، فان دايك. عموما خلينا نقول ان هو قال ان خلاص ان السوبر الاوروبي ده انطلاقه الريدز لحصد الارقام، وانا قلت لك يا فان دايك ان احنا كلنا كمصريين عايزين ان الريدز ياخد كل الارقام عشان معاكم بس محمد صلاح. منتخب شباب اليد خبر عاجل، كسب اسلندا 35-31 وتاهل لنصف نهائي مونديال اليد المقام بمقدونيا المره الاولى في تاريخه. الف الف مبروك، احنا امبارح قلنا ان شاء الله يكسبوا، الحمد لله كسبوا. حاجه كمان فخورين جدا، فخورين جدا لما يكون عندك منتخب خلاص وصل نص نهائي عالم، حاجه جميله جدا ان شاء الله. دايما حسن وليد لاعب منتخب مصر خد رجل المباراه، الحمد لله دايما كده الفوق ودايما مستوانا بيعلى، وان شاء الله ننافس على كل البطولات. ليه لا، عندنا خامات وعندنا عناصر وعندنا حاجه، بس عايزين العين وعايزين رؤيه وعايزين رؤيه الفنيه، عايزين حاجات كتير، لكن عندنا اهم حاجه اللي هي الخامات اللي الدنيا كلها بتدور عليها، ازاي نطورها وازاي ندعمها وازاي نحافظ عليها وازاي ما نصدرلهاش المشاكل، هو ده المهم جدا، وازاي ندير ده المهم جدا. عموما الف مبروك لمنتخب مصر للناشئين، وان شاء الله نشوفهم في النهائي، وان شاء الله كمان ياخدوا كاس العالم للناشئين، دي اول مره في تاريخه يتاهل لنصف النهائي. محمد صلاح، دي صحيفه ميرور الانجليزيه بتقول محمد صلاح ازعج دفاع تشيلسي في السوبر الاوروبي. انا بقول لكم بسرعه كده الرؤوس الاخبار، جلاتا سراي بيقول ان هو واثق من التعاقد مع النجم المصري محمد النني، محمد النني على وشك الانتقال لجلاتا سراي من ارسنال الانجليزي. يلا نطلع فاصل عشان نستقبل نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن ماهر همام. الكابتن الكبير الكابتن ماهر همام نجم مصر ونجم النادي الاهلي في ضيافه الاهلي الليله، منور الدنيا كالعاده. كابتن ماهر كل سنه وحضرتك طيب وبخير. طيب وسط البرنامج بخير والشعب المصري كله بخير. عملت ايه في العيد؟ انا رحت الساحل الشمالي اتمزقت يعني انا ما تعورتش، لا ابدا ما تعورتش، وانا بلعب تعورت، وانا مبطل بقى لي اكتر من 25 ميه. يعني كانوا بيضربوا كده الريسبشن، وبعدين انا بعد صلاه المغرب داخل بقى بسرعه كده واخد بالك، وبعدين لقيت نفسي طاير، حسيت بقى بيده بالخلفيه اول مره، والركبه ضربت في الارض والضم فتحت مني. ما حصلتش واحنا بنلعب. والله الف سلام عليك. الحمد لله رب العالمين، يعني قد الله شاء فعل. كل عيد وانت طيب كده وانت طيب حبيبي، رب العالمين. خلينا نتكلم في الحدث المهم، الاهلي وبيراميدز، مباراه مهمه، مباراه ليها طابع خاص، مباراه الجماهير الاهلاويه بتاخدها بشكل مختلف خالص، ان احنا خسرنا من فريق ما بتتكررش كتير ان تخسر من فريق مباراتين في الدوري العام، لكن انا دايما كنت بتكلم مع الجماهير ان المباراتين خسرنا لكن احنا كنا متسيدين مباراتين، كانت في حاجات بسيطه ممكن نعملها، لكن تبقى المباراه مهمه جدا وصعبه جدا في الشكل العام. هو بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما نبدا بمباراه بيراميدز والنادي الاهلي عايزين نحيي طبعا منتخب الشباب لكره اليد وفوزهم النهارده ميدو زي ما انت ذكرت في التقرير، ودول بيعتبروا نواه المنتخب اليد اللي هم مفرحيننا في الايام المفترجه دي، فطبعا بنبارك لهم وبنحييهم ونقول لهم ان شاء الله باذن الله دول امل مصر ان شاء الله الفتره القادمه. اما بالنسبه لمباراه بيراميدز والاهلي في كاس مصر القادمه، عايز اقول لك يا ميدو يمكن احنا معسكر اسبانيا افادنا بشكل كبير جدا في بدايه الموسم، يمكن الاستعداد للمعسكر من ناحيه فكر مجلس الاداره ومن ناحيه فكر كابتن سيد عبد الحفيظ من ناحيه فكر الجهاز الفني، انك انت تروح وتعزل اللعيبه عن الضغوطات اللي كانت موجوده عليها كاس الامم الافريقيه، ومن اللعيبه المحترفين اللي موجودين او اللعيبه اللي كانوا موجودين في المنتخب، كمان مبادره جميله جدا انك انت خدتهم معاك للمعسكر. المعسكر ده المعسكر ده كان ليه عده عوامل مهمه جدا افادتنا بشكل كبير جدا. اولا قربت الجهاز الفني من اللاعبين، يمكن فتره مستر لاسارتي انه دخل الموسم اللي فات من قبل ما يجهز اللعيبه في معسكر، واخد بالك، معسكر يقفل فيه على اللعيبه والجهاز الفني. خلينا اقف عند الحته دي يا كابتن ماهر، لان دايما الناس بتقول لي لما بنيجي نتكلم في الموضوع يقول لي يا كابتن طب ما كان في فترات توقف كتير جدا كان برضه داخل في الاجواء مع اللعيبه، ولا المعسكر
لما بقاش عندك ضغوط بيحررك شويه انك تدخل في اللعيبه بشكل اكبر. بالظبط، عشان بس نوصلها للناس وعندك وقت ومساحه انك انت بعد كده هتلعب مباراتين المتبقيتين، فكان عندك وقت ومساحه انك انت تتعايش مع الفريق بشكل كبير جدا. وانت عارف يا ميدو، احنا كلنا عارفين ان فتره الاعداد بالذات لما بتبقى خارج مصر اللعيبه بتبقى مستمتعه بشكل كبير جدا، واللعيبه بتبقى محطوطه في وضع تركيز بشكل كبير، وفي نفس الوقت كمان بتحميك من الاصابات اللي احنا اتضربنا بيها الموسمين اللي فاتوا. قدرنا ان احنا نعالج بعض اللعيبه ونعرضها على الدكاتره اللي موجودين هناك في اسبانيا بشكل كبير، ويمكن قدرنا نخلص من الجزئيه دي. الجزئيه اللي كانت اهم انك انت ازاي تقرا بقى عقليته ومنتاليتي وفكر مستر لاسارتي مع اللاعبين اللي موجودين في خلال هذه الفتره، قربوا مع بعض بشكل جيد. واضح قوي من المعسكر ان هم دخلوا، عندك مساحات من الوقت تقدر تعمل فيها اجتماعات، تقدر تعمل فيها تحضيرات اذا كانت نفسيه او اذا كانت ذهنيه، عايز تتكلم على طريقه اللعب، عايز تتكلم على شغلك الفتره اللي جايه، لكن كان التركيز الاهم هو المباراتين بتوع المقاولين والزمالك. اكيد التدرج بتاع المباراه الحبيه فرق معانا بشكل كبير. لما جينا مصر قابلنا المقاولين العرب، شفنا شكل الفرقه، كان الحمد لله رب العالمين وصلنا بمرحله جيده من ناحيه التشكيله، من ناحيه الاداء، من ناحيه الدوافع، من ناحيه الفوز حتى وشخصيه البطل في مباراه المقاولين. اطمنا على مباراه القمه من خلال اداء المقاولين، الحمد لله مباراه القمه مع الزمالك قدرنا ان احنا نعمل مباراه كانت فيها يمكن ست ساعه او ربع ساعه الاخيره، كان فيها حاجات اول مره بنشوفها من مروان محسن، اول مره نشوفها من وليد، الحاجات اللي كان فيها كونتر اتاك بتتعمل بشكل جيد، وكانت بتمثل خطوره على نادي الزمالك. حصلنا على بطوله الدوري، ده التدرج اللي دخلك يا ميدو الموسم وانت يعني عندك ثقه نسبيه. مباراه بيراميدز زي ما احنا شايفين حصل تغيير بالنسبه للفريق. طب ايه اللي كان مقلقك في الفتره اللي فاتت يا كابتن ماهر؟ يعني احنا خدنا الدوري كسبنا الزمالك، شايف حاجات تقلق برضو ولا كان الموضوع بقى خلاص انت داخل دلوقتي مباراه بيراميدز انت عندك ثقه كبيره في اداء اللاعبين، ولا كان في نقاط كان ممكن نعالجها؟ يعني كان في سلبيات حضرتك شفتها في يعني السلبيات قلت عن الاول. السلبيات بالنسبه للاصابات الحمد لله يعني دي قدرنا نخلص منها بشكل كبير. من الناحيه الفنيه يعني مباراتين يمكن مباراه المقاولين فنيه اكثر من مباراه الزمالك، يعني كان فيها الجمل التكتيكيه كانت اعلى، الفرص التهديف كانت احسن، مع ان المفروض يحصل العكس. بالظبط كده. مباراه الزمالك برضك مباراه قمه وبطوله خاصه، بس تلعب باريحيه وبتلعب وعايز تكسب، عايز تكسب الزمالك وعايز تكسب بطوله الدوري، فكان فيها نوع من يعني احنا كنا كسبنا الدوري شوية. خلاص احنا خدنا الدوري خلاص قبل بالزبط. الزمالك بالظبط، فعشان كده بتكلم ان المفروض ان انت بقى مواجهه الزمالك تبقى مرتاح نفسيا، الاداء يبقى افضل من كده، يبقى احسن من كده. لكن تملي المباراه القطبي بيبقى فيها نوع من العصبيه، نوع مقاييس بالظبط، نوع من الشده، نوع من التركيز، فما ظهرناش بالمشهد اللي احنا ظهرنا بيه في مباراه المقاولين. تمام. النهارده بقى الامور بتختلف، بطوله ثانيه. مباراه قبل ما نروح لبيراميدز برضو، مباراه اطلع بره بطل جنوب او بطل السودان برضو شفتها ازاي؟ تكمله برضك المباراه بتاعت الدوري، مباراه افريقيا، احنا جمهورنا كله منتظر طبعا بطوله افريقيا بفروغ الصبر. تمام. محتاجين السنه دي ان شاء الله باذن الله ربنا يتوجنا بهذه البطوله. يعني اطلع بره من الفرق اللي مش مصنفه، جنوب افريقيا يمكن وافد جديد على الكره الافريقيه حتى الكره السودانيه. طبعا هو كان يهمه انه يلعب قدام بطل القرن، هو عنده دوافع وعنده ارتياحيه افضل، لان هو مبسوط وسعيد جدا انه بيقابل النادي الاهلي وعنده اسمه اسمه يطلع بره برضه يخد يعني. فاحنا كمان اتعاملنا مع المباراه دي يا ميدو، اخذناها بمحمل الجديه من بدايه المباراه، كان واضح لعيبه النادي الاهلي مركزه. اي نعم، يمكن احراز الاهداف من بدايه الشوط الاولاني ادانا ثقه بشكل كبير. واضاعه الاهداف كمان يعني احنا جبنا اهداف في اول الشوط الاولاني واضعنا برضك بعض اهداف. هسالك سؤال، يعني احنا بنتكلم الموضوع مفتوح زي ما متعود مع حضرتك، احنا هنتكلم موضوع مفتوح. كابتن ماهر همام مساك كان عصري ومساك اللي هو يعني يقول لك انا العب على الكابتن ماهر امام ربنا يسترها، تلعب على وليد ازارو ولا على مروان محسن؟
العب على مروان، لان مروان يمكن ازارو عنده المميزات يا ميدو اللي، يعني اللي تتعب يخوفك. اللي تتعب المدافع، السرعه، القوه، الالتحام، من الغتاتة غتت يعني بلغه الكوره. يعني وليد اصعب لي من مروان. مروان حريف لكن الحركه فيها نوع من البطء شويه، تقدر تلم بنفسك يعني، تقدر تتعامل معاه بشكل جيد. لكن تمام. اللي بيتعب الفرود اللي بيبعد المدافع او بتلعب خط الدفاع كله بالظبط، الفرود السريع اللي هو عنده انطلاقات، عنده مساحات، الرخم اللي بيشارك في كل كوره، ده من بدايه المباراه كده يا ميدو بيثبت شخصيته، بيثبت عينيه الحمراء. يعني التملي بيبقى فيه مباراه بين الاثنين، يعني المدافع عايز ينقض عليه وعايز يمنعه، والمهاجم عايز يقول للمدافع لا انا هعدي منك بالزبط. وحعمل من خلالك بالزبط. مثلا اهداف او انت بتخاف من نوعيه حتى لو بيضيع كتير، حتى لو بيضيع، لان هو بيضيع يبقى بيوصل، يبقى هيجيب يعني، واخد بالك؟ فدي برضك من ضمن الحاجات تمام. لكن ازارو يعني احنا ازارو في السنه الاولى لفت نظرنا بشكل كبير جدا ميدو، يعني بصراحه يعني، واطمنا ان احنا بقى عندنا فرود بالنوعيه دي، بالعقليه دي، بالمنتاليتي ده، بالخامه دي، السن الصغير. فتح لي كلامك كابتن ماهر جميل قوي، انا بحب اتكلم فيه يعني شخصيا. احنا شفنا ازارو لعيب فز زي ما احنا شفناه، يبقى هو لعيب كده فعلا بالظبط، صح بالظبط. يعني ما ينفعش نرجع نقول بقى ازارو وحش، لا ممكن نقول ايه، ازارو في حاجه مش مظبوطه نصلحها له. انا بقول كده، ولا حضرتك عندك بالظبط؟ انا بقول الحاجه دي في ازارو، يمكن اميدو الاصابه اللي جات له يعني عطلته فتره كبيره جدا، وبعدين الضغط النفسي اللي وقع عليه من ناحيه الميديا، من ناحيه الفضائيات، ان ازارو بيضيع، ان ازارو عايز شغل، ان ازارو مش هو ده ازارو بتاع السنه الاولى. اللعيب برضه خد بالك بيسمع وبيتقال له ان في كلام مش كلام يرفعه، كلام بيحبطه. بسمع بالله، احنا كلنا دايما غصب عنك بالزبط. لو قلت حتى هبعد عن السوشيال ميديا تلاقيك ماسك التليفون غصب عنك، غصب عنك بالزبط. تشوف اخبارك الناس بتتكلم بالزبط. عليك ازاي. وبعدين برضك الترشيح لمنتخب المغرب ما جاش في الوقت التوقيت المناسب بالنسبه له، يمكن خده مثلا بوطيب اللي هو زميله في نادي الزمالك، ما خدوش هو، ما خدوش علي معلول، وعلي معلول فيمكن اثرت بشكل كبير جدا برضك. بس علي معلول عنده خبرات كبيره قوي ان هو يستحمل على بالظبط. يعني شخصيه معلول بقى دي شخصيه اللاعب الدولي اللي انت بتحبها، اللي انت بتتمنى اضافتها لاحتياجات النادي الاهلي. يعني علي معلول من ضمن الاضافات اللي النادي الاهلي قدر ان هو يعني يحسمها بشكل كبير جدا، والاضافه دي يا ميدو اثرت علينا، اثرت على خط الظهر، اثرت على نص ملعبنا، اثرت على الحته التلت الهجومي، في حته الكورسات العرضيه، في حته الاهداف اللي بيجيبها علي معلول. يتعبك علي معلول لو بيلعب جنبك، لو بيلعب معاك يتعبك انت، تبقى مساك انت دايما شايف المكان عندك علي معلول على طول عند الجون. بالعكس ده انا ساعده جدا. جميل. لان انا بحب يعني اطرافي كده. اطرافي اللي تبدا الهجمه. جميل. اطرافي اللي عندها المرونه التكتيكيه، زي سيد معوض. سيد معوض اخر سنتين دي يا ميدو لو تفتكر قبل ما يعتزل كان هو البلي ميكر بتاع النادي الاهلي، كان هو مفتاح اللعب، هو اللي بيفتح لنا، هو اللي بينقلنا. فالنهارده معلول نفس الكلام، بيستغل الاطراف بالزبط. زي ما حضرتك بتتكلم كده، ان هو الاطراف اللي بتبقى جايه اساسا ما حدش شايفها هي دي اللي تلعب بالظبط. فمعلول من ضمن الصفقات اللي النادي الاهلي انا بحييهم بصراحه، هي دي الصفقه اللي تقدر تقول ايه يعني مؤثره وايجابيه في اداء النادي الاهلي. يعني معلول بيشارك بشكل كبير جدا في البطولات اللي النادي الاهلي حققها خلال هذا الموسم وان شاء الله والمواسم القادمه. فكنت اتمنى ان احنا محتاجين الصفقات دي، محتاجين الحاجات. يعني هنتكلم مثلا على فرجاني ساسي مثلا، هو من النادي الخصم بالنسبه لنا نادي الزمالك، لكن حاجه جميله جدا يعني، لعيب من ضمن اللعيبه اللي احب اتفرج عليها، لعيب مؤثر بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك العام الماضي. احنا كنا محتاجين حاجات زي كده ميدو تبقى اضافه للنادي. ده ما بيقللش من قيمه الصفقات اللي احنا قدرنا مجلس اداره وقدرنا اللجنه الفنيه ان هي تجيبها لنا. لكن اكيد ما هو انا عايز بس الفت نظر بس الساده المشاهدين على حاجه. كابتن ماهر امام يقول لك ايه لما قلت له علي معلول يضايقك هو جنبك، قال لي بالعكس ده انا ابقى فرحان قوي. زي ما اتكلم برضو على فرجاني ساسي
خلي بالك علي معلول كويس قوي عشان في ديفندر بيغطي عليه، بالظبط، في مساك بيغطي عليه، برافو عليك، في ممكن رمضان بيروح نازل عشان يدافع. ف يعني علي عشان يبقى في اسباب نجاح، في اسباب نجاح اللي هي الاسماء اللي انا قلتها دي، بالظبط، زي فرجاني. بالزبط. فرجاني مش هيبقى كويس غير لما يكون عنده ديفندر زي طارق حامد. أيوة. بيقول له العب براحتك، محمود علام من خلفه بيقدر يعني مش عايزين يساعده بشكل كبير جدا في الحته الدفاعيه. بالظبط. فدايما النجم بيبقى في اسباب كبيره قوي بتساعده مجهوله للاسف. فالنهارده النجوم دول مؤثرين بشكل كبير جدا على اداء فرقتهم وعلى الشخصيه اللي بتتفرض بشكل كبير. يعني علي معلول انا بعتبره احسن لاعب في مصر هذا العام بصراحه. يعني هو ساعد بشكل, كبير جدا على نجاحات النادي الاهلي، وهو ساعد كمان بشكل كبير جدا على نجاحات الفرقه، ساعد زمايله بشكل كبير، عمل جبهه مع رمضان لو بيلعب قدامه، مع وليد لو بيلعب قدامه، مع أجايه لو بيلعب قدامه، تمام. يعني عنده رؤية بشكل كبير جدا بيقدر يساعد فيها يمكن الثلاث خطوط القدامانية بالنسبة له. تمام. يعني خلينا نرجعك لكلامنا اللي هو القلق من إضاعة الأهداف، مع ان احنا كسبنا 4، أزارو بيضاع كتير جدا لكن بيجيب. حسام حسن افتكر، لو تفتكر اكيد حضرتك فاكر، والمشاهدين الكبار شويه زينا كده مش عايز اقول العواجيز يا شباب، حسام حسن قعد سنه كامله ما يجيبش اهداف. تفتكر كان في عزه قعد سنه كامله، يا جماعه حسام ايه يا جماعه، كلنا كنا بنعشق حسام. بالظبط. ازاي حسام ما يجيبش اهداف وبعد كده رجع بقى هداف الدوري مره واثنين وثلاثه؟ بس السنه دي يا ميدو هو عوضها بقى بالمسانده والمساعده وبقى محطه. يعني بص ذكاء حسام، يعني ذكاء اللاعب. انا بالزبط. ما بجيبش بس الحاجات بقى اللي هي التكميليه ليا اللي بتكمل موهبتي او بتكمل، انا مش موفق على الجول لكن اساعد وساند بقى محطه، يرجع يحط اللي متعب في المنتخب يجيب، يحط اللي جاي من تحت يجيب، واخد بالك بقى يساعد بخبرته ده في الاخر. طبعا. لا انا بتكلم يا كابتن ماهر في عزه، قعد سنه مش جوان. سبحان الله. وحسام حسن حضرتك بتفضل اللعيب، يعني مثلا ازارو ممكن يقول لك انتوا بقى هتقعدوا كل شويه تقولوا ما هتضيع خلاص مش هروح كتير. بيروح مثلا ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه، والله العظيم اللي بيروح للجون ده موهبه كبيره جدا، موهبه طبعا، مش يعني مش تحركات، هو موهبه ربنا حاطط فيه ان هو بيعرف ازاي يروح للجون. يعني في كل المهاجمين بتتحرك لكن مش كل المهاجمين بتضيع كميه الفرص اللي بتضيعها ازارو. ولو حطينا مع احترامي طبعا انا بحب مروان محسن جدا لعيب فز كمان مروان، لكن لما تحط لعيب مكان ازارو مش هيضيع كميه الفرص دي. بالظبط. لانه مش هيروح نفس العدد المرات اللي بيروحها ازارو. يعني هو ومروان مش محظوظين يا ميدو، خصوصا بعد رحيل عبد الله السعيد. يعني عبد الله قدر يقرا المهاجمين بتوعنا ويفهم، واخد بالك، وضعهم. مروان بيحتاج مثلا حاجات خاصه، مثلا حاجه تتلعب هاف كروس على 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 ضرب كره بالراس، واخد بالك، بيحتاج مروان مثلا حاجه في رجليه يقدر يلف بيها، محتاج حاجه بعيد عنه خفيفه كده يقدر يلف وهو بيروح يجيب منها اجوال. عبد الله السعيد كان عنده الامكانيات دي. ازارو بيحب المساحات، يقدر يلعب له في مساحات واسعه، يقدر يعمل له حاجات. عند عبد الله السعيد انت بتكلمني النهارده في كلام جاي من الساحل وفاق يا كابتن ماهر. عبد الله السعيد مع احترامي كبير جدا ليه، يعني انا بحب عبد الله على المستوى الشخصي. يعني عبد الله السعيد لما كان في الاهلي، مع احترامي طبعا لكل النجوم يعني وكل اللعيبه، عمل اسيستات قد ايه؟ اسيستات عمل كتير جدا. لما راح بيراميدز ما عملش 10% من الاسيستات. ليه؟ لجوده لعيبه النادي. بالظبط. برافو عليك. ان انا بعرف اروح له في مكان يعمل لي كروس باص. بالظبط. يعمل لي ثرو باص. بالظبط. تمام. مش بقلل من عبد الله والله، لا. بس انا بتكلم في حقيقه، في حقيقه كبيره جدا. كمان الناس كلها يقول لك اصل في مثلا لعيب فرق معانا ايا كان اسمه ايه لما مشي. لا، انا بقارن دلوقتي بالارقام، ممكن نجيبها بالارقام. عبد الله في بيراميدز ما عملش 10% من اللي كان بيعمله في النادي الاهلي لجوده لعيبه النادي الاهلي، اللي هو بيعرف يخلق المساحه او يتحرك في المساحه سعدو. او يبين له بالظبط كده. عنده كانت لعيبه بتوفر له الحاله الدفاعيه فما كانش بيدافع كتير، عنده لعيبه بتتحرك كويس فكان بيبقى سهل قوي يعمل كروس باص. فطبعا ما بقللش من دور لعيب كبير طبعا، لكن عندنا صالح دلوقتي. احنا ده سؤال مهم بقى يا ميدو. اتفضل. احنا محتاجين بقى الاسماء اللي هنتكلم عليها، صالح محتاجين ثبات انه يلعب. يعني الثقه بقى بتيجي من خلال اللعب، بيقدر هو يقرا الناس اللي قدامه، ده عنده سرعه اقدر احطها له في مساحه، ده عنده بطء اقدر احطها له في رجليه، ده بيجيد العاب الهواء اقدر احطها له على دماغه. صالح بيعمل بالظبط. فاحنا محتاجين بيألف كوره جديده. بالظبط. محتاجين بقى صراحة. الراجل اللي يشغل المكان ده يلعب عشان يبان وقفشه موجود، هيبقى في منافسه حلوه. قفشه نفس الكلام،
يعني احنا جايبين قفشه من اللعيبه اللي عندها الحاجات دي برضك يلعب. ناصر ماه، ناصر ماه حاجه روعه كمان، حاجه جميله. فانا مش عايز اقلل من قيمه الولاد دول لان هم بالظبط، وفي احمد حمدي كمان، احمد حمدي عندهم من امكانيات بتاعه عبد الله السعيد، لكن يعني حظوظهم في حته تواجدهم بصفه اساسيه بتختلف يا ميدو، يعني مباراه اتنين وبعدين بص ما تلاقوش. لا احنا محتاجين، عايزين استمراريه وعايزين دعم يا كابتن. طبعا انا بتكلم بصراحه، وعايزين دعم جماهيري للعيبه دي، لان انت بتتكلم في عبد الله السعيد كان 33 سنه يعني عنده من الخبرات اللي ساعده. عبد الله من لما جه الاهلي ما كانش عبد الله، عبد الله لما جه من الاسماعيلي ما كانش عبد الله، اللي هو في الاخر اللي احنا كنا بنتغنى بعبد الله. لكن ناصر ماهر لسه كان بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في الاهلي، لسه لعيب صغير. احمد حمدي لسه لعيب صغير. دايما كنت بتكلم برده مع الجماهير في الحكم في البدايات، اصعب حاجه خصوصا لعيب الكوره انا احكم عليه في البدايات. دول يا ميدو بقى، دول زي ما بقول لك ما ساعدوش مروان بشكل ايجابي، ما ساعدوش ازارو بشكل ايجابي ان هو يروح للجول وان هو يسجل وان هو الثقه تبقى موجوده. التغييرات اللي حصلت في المكان ده اكتر من 3 مرات، يعني صالح بيخش ويطلع وبعدين يخش نصر ويطلع. الانسجام طبعا، الانسجام الانسجام بقى، واخد بالك مهم جدا الانسجام ده. حتى عشان لو كده بنقول حتى لو لعيبه كوره كابتن ماهر، حتى لو لعيب كوره طبعا محتاج عشان يبقى عنده درايه وعنده رؤيه وعنده وفاهم اللعيب اللي قدامه بيحب الكوره فين. يعني انا صالح وهو مغمض كده يقدر يلعب كل الثلاثه اللي قدام براس الحرب. مين اللي بيلعب للتاني؟ يعني صالح اللي يلعب لي ولا انا اللي اخلي صالح يلعب لي؟ صالح اللي يلعب لي. صالح ولا انا اللي احركه؟ وانا كمان اتحرك في المكان اللي يساعد صالح ان يحط لي الكره صح، يحط لي الكره صح. يعني الاثنين مرتبطين ببعض. انا عايز كفيرود اتحرك لصالح صح، وفي نفس الوقت صالح هيقرا الكلام ده ويقدر يوصلني للجول بالشكل اللي احنا بنشوفه في معظم المباريات اللي بيبقى فيها متعه واثاره، واخد بالك، وبنروح للجول بشكل كبير. احنا يمكن الفترات اللي فاتت ما كناش بنروح للجول كتير بسبب الحته دي، بسبب المكان ده. يعني حتى اجاييه لما لعب في المكان ده، عبد الله كان نضج يا كابتن، وكان وليد لعب في المكان ده على فترات حسسنا برضه بقيمته. لكن عبد الله كان وصل يعني لفورمه عاليه جدا جدا جدا، يعني مع النادي الاهلي وحافظ بقى الدنيا يلا كل لكن حاجه. لكن المباراه بتاعت اطلع بره هنرجع لها تاني يا ميدو، يلا كانت مباراة مهمة جدا، بتكمل سلسلة المباريات اللي احنا بدأناها بعد فترة الاعداد، بتدي لك ثقة انك انت تبدأ كأس مصر، انك انت عندك ثبات في التشكيل، عندك طريقة لعب بتلعب بيها، عندك جمل تكتيكية مستر لاسارتي بيحافظ اللعيبة فيها اكتر من بيراميدز. ان بيراميدز لسه عنده رحيل بعض اللعيبة، حوالي 10 لعيبة يمكن رحلوا، وبعدين يمكن جاب حوالي يمكن 11 لعيب. طب ما تيجي نقول اللي رحلوا واللي جم يا كابتن ماهر. اتفضل. يعني اللي رحلوا لعيبه مؤثره بشكل كبير جدا، يعني ما انا اقول برضه اللي جم عاملين ازاي. يعني خلي بالك طبعا انا ودي ناس اجيب ناس شكلها ايه برضه نقول. يعني يمكن لو حضرتك معاك الاسماء اللي رحلوا. معايا اللي رحلوا. اتفضل. يعني قفشه طبعا اتنقل للنادي الاهلي. قفشه كان من اللعيبه اللي احنا شفناها، من اللعيبه المميزه في خط النص. تمام. بلاي ميكر بيتحرك وبيجيد تصويبات اذا كانت ثابته او خارجه. عنده بينيفينتي ده اعير للنادي الفرنسي نانت الفرنسي. مهند لاشين انتقل لنادي الجيش. مهند برضك شفناه كان مهاجم من ضمن المهاجمين المؤثرين. تمام. في خطوط شريف دابو انتقل لنادي انبي. مش شفناش شريف دابو ده كتير يعني، بس شفناه مع علي مهل كان لعيب مميز يعني، واخد بالك. كينو طبعا من اللعيبه نجم الفريق اللعيب الموهوب اللي شفناه. تمام. عمل شكل واداء لنادي بيراميدز في خلال السنه اللي لعبها. محمد رزق انتقل الى نادي محمد رزق، برضك شفناه على فترات لعيب يعني كويس، لعيب كويس في نص الملعب. ناصر منسي مهاجم من ضمن المهاجمين المشاكسين، كان بيعتبر البديل على طول. تمام. الشوط الثاني بيشركوه عمر الميداني السوري، برضك شفناه من اللعيبه يمكن اللي كانوا. طيب مين المؤثرين قوي يا كابتن ماهر لحضرتك شايفهم في الاسماء اللي راح عليهم؟ يعني انا شايف كينو شايفه قفشه وقفشه الاثنين. تعالى بقى قول لي بقى اللعيبه اللي جت، يعني الصفقات الجديدة. دودي الجباش، شفنا دودي قبل كده في وادي دجلة مهاجم. تمام. عنده خبرات، احترف بره ورجع.
محمد عطوه من الرائد السعودي مدافع ما شفناش محمد عطوه يعني لسه مش عارفين لسه مش عارفينه. طارق طه من الاسماعيلي ظهير ايسر يعني ظهر مع الاسماعيلي الفتره اللي فاتت على فترات من الباكات يعني ابراهيم حسن من الزمالك ابراهيم برضك شفناه في الاسماعيلي لعيب كويس قوي لكن مع الزمالك كان حظوظه اقل بشكل كبير. ماشي. احمد علي طبعا مقاولين مهاجم هداف الدوري خامه برضك من خامات المميزه بشكل كبير مكسب لبيراميدز. جون انطوي شفنا جون مع المقصه برضك لعيب مؤثر بشكل. اسلام عيسى وسط ملعب المصري وسط ملعب بيراميدز برضك من اللعيبه المميزه. محمود حماده من اللعيبه الواعده بقى شفناه في الانتاج الحربي مع كابتن مختار لعيب استفاد كتير جدا مع كابتن مختار عن المقص. طيب لو قررنا بقى الاسماء يا كابتن ماهر هنلاقي الاسماء اللي جت اقوى من اللي جت يعني اللي جت انا شايف كينو بالظبط كينو واحنا قلنا قفشه هم الاثنين اللي يعني هم قدروا ان هم يعملوا برضه يعملوا صفقات. اربع صفقات ممكن فيهم من الصفقات ابراهيم حسن احمد علي ابراهيم حسن اسلام عيسى بالظبط بصراحه يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة كبيرة جدا برضو خمس لعيبة ممكن يبقوا من اللعيبة المؤثرين بشكل بشكل وكمان عملوا صفقة تقيلة جدا المدرب يعني لو جينا لو جينا للراجل المدرب برضك من المدربين الواعدين اللي احنا شفناهم يمكن مع الاسماعيلي كان عنده جرأة وقرار ان هو حتى في عهده حاطط لو جاله منتخب من منتخبات افريقيا ان هو ممكن يقدم اعتذار نادي الاسماعيلي. يعني الفتره اللي اشتغل مع الاسماعيلي فيها حسينا بقيمه مدرب يعني بالظبط اولا شكل. شخصيه والشكل والاداء والتنظيم داخل الملعب حتى تصريحاته الطريقه كلامه في التصريحات كمان تحس ان فيها ثقه. لما راح بقى منتخب اوغندا اميدو حسينا فعلا بقيمته ان هو فعلا كان عنده حق ان هو كان عنده تطلع كبير قوي ان هو يمسك منتخبات ويمكن منتخب اوغندا من ضمن المنتخبات اللي ما كانتش مصنفه لكن عمل شكل كبير جدا لمنتخب اوغندا شفناه في كاس الامم الافريقيه في مصر حسينا كده بقيمه منتخب فعلا من ضمن المنتخبات الواعده اللي جايه خلال السنتين الجايين في افريقيا. بيقلقك الاسم اسم المدرب بيقلقك شخصيا؟ اكيد يعني لو مدرب ولعيبه عاديه ولا لعيبه جامده ومدرب عادي ايه اللي يقلقك اكتر؟ هو عامه في التدريب بالذات مدرب ولعيبه قليله وهو يصنع الفارق بتحسب للمدرب بشكل كبير جدا. لكن ايه اللي يقلقك انت؟ لكن يقلقني ان تبقى لعيبه مثلا حتى لو مدرب عادي مميزه ولعيبه عاديه اللعيبه المميزه تقلقني لو معاهم مدرب عادي مش هيقدر يفيدهم هم هيفيدوه اكتر هم اللي هيحطوه اكتر هم اللي هيصنعوه اكتر. تمام. فحتى في الكره الحديثه حتى ممكن الكرة. الكلام ده مثلا ابقى معاك قوي لو في الكره مش بالشكل اللي احنا بنشوفه ده اللي هي كره بقى لغه المدربين ولغه التكتيك ولغه الارقام في 3 4 3 4 2 3 1 بقى فيه فكر تدريبي دلوقتي منتشر. احنا شفنا كره حديثه في كاس الامم الافريقيه ميدو شفناها يمكن على شمال افريقيا جنوب افريقيا غرب افريقيا كل المنتخبات شفناها الكره الحديثه من ناحيه الكوتشات من ناحيه اللعيبه كمان يعني شفنا النهارده اللعيبه الافارقه متعونا في كاس امم افريقيا بالذات يعني بالزبط. شمال افريقيا بقى على راسهم طبعا يمكن الجزائر شفنا حاجات جميله جدا جدا من المدرب الواعد الجزائري مع فرقته عملوا شغل يحسب للجزائر بصراحه. منتخب الجزائر من المنتخبات اللي انا بكلم حضرتك عليهم اللي هم لعيبه تقيله قوي ومدرب بالزبط. اعتقد ان هو يعني خد اكبر بالظبط يعني انا شايف ان هو خد اكبر ساعدوه بشكل كبير جدا اللعيبه. شايف محرز كان مكسر الدنيا جول اللي طلعه النهائي في فاول في اخر ثانيه يعني من حضرتك بتتكلم عليهم برده فرقه كبيره قوي بتساعد المدرب ان هو اسمه يكبر اكيد ونحن نتكلم عليه وده كانت اكبر تجربه الجزائر. لكن اوغندا بنتكلم على اسم كبير مع مدربين مع لعيبه عاديه بالظبط ده الفرق بين الاثنين بشكل لكن لما تيجي تختار هتختار الكوتش مش هتختار الكوتش العادي. انا 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 بحب الهيد كوتش يعني مثلا اختياراتنا كالنادي الاهلي في 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 جيل السبعينات مثلا لما جه هدوكوتي سبع سنين يعني كانت الكوره في مصر يعني سخن وقسم زي ما بيقولوا يعني ما كانش فيه الاحترافيه اللي موجوده الفكر اللي موجود حاليا تمام بفكره هو قدر يعني ينقلنا نقله لما جه فايسا نقله اكتر في الثمانينات دخلنا في التسعينات يمكن مدربين المان غير مصنفين لما جه مستر مانو جوزيه
خلاص بقى يعني تقدر تقول روحنا للعالميه. فانت ان مانو الجوزيه اللي ودانا للعالميه ان هو اتعامل مع شخصيه الاهلي. اتعامل ان انا مدرب الاهلي، شخصيه المدرب نادي كبير جدا بحجم، انا بقول لك سبب سبب رئيسي في نجاحه. ان هو اتعامل ان هو انا مدرب نادي الاهلي. ايوه. وانتوا لعيبه النادي الاهلي. صح. انتوا جمهور النادي الاهلي. انتوا اللي خدتوا كل البطولات وكسرتوا كل الحواجز، مفيش حاجه عندكم مستحيله باذن ربنا طبعا. فتعامل كده، هو اتعامل كده. فكان بينزل يكسب اي حد. وهو ذكي كمان شكله الفني. هو ذكي جدا كمان لانه ارى ان الاداره بنفس الشخصيه. بالظبط. يعني اداره الكابتن حسن حمدي والكابتن محمد الخطيب وقتها كانوا بنفس الشخصيه. الشخصيه موجوده بالزبط. دلوقتي فهو كمان اتساعد ان انا عندي مجلس اداره بالشخصيه دي بالفكر ده. بالظبط كده. ما انا احييك جدا على الكلام. مش السلسله ما ينفعش عقله تطلع. لا لا لا. وبعدين ربنا وفقه كمان بلعيبه على اعلى مستوى من الاجيال اللي مش هتتكرر. هو كان كمان ذكي جدا. هو عايز بطولات. عايز بطولات. عايز يعمل اسم النادي الاهلي، ما ينفعش من غير بطولات. بالظبط. فانا هجيب ان شاء الله لعيبه جابني قعدت سنه وشويه ومشيت، جابني مش عارف مين قعد، هو بياخد اللعيب عايزه في حاجه وشكرا. يعني حتى من ضمن الاختيارات كمان كان ذكي. الاختيارات يعني شاف الاختيارات من خلال شغله شخصية. خلال مبارياته قدر يعرف ان ميدو في الحته الفلانيه ان انا هحتاجه في الفتره دي، يجيب ميدو. بركات في الحته الفلانيه هجيب بركات. يعني واخد بالك بطريقه شخصيه مش طبيعيه يا كابتن ماهر. بالظبط. شخصيه ما شاء الله عليه. شخصيه فنجاح المنظومه كله ساعد بشكل كبير جدا اللي احنا رايحين له دلوقتي مع كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته. بالزبط. ده اللي احنا بنعمله زي مرحله مانو جوزيه، ان فعلا مجلس الاداره قدر ان هو يختار كابتن محمود الخطيب بصفته رئيس النادي ومشرف على الكوره، قدر يختار العناصر المميزه ست سبع لعيب اللي اضافوه لنا في المرحله الانتقاليه الشتويه، وهم دول اللي عملوا لنا الشكل وعملوا لنا الاداء اللي احنا وصلنا بيه لحد مباراه قطبي الكره المصريه مع الزمالك وحصولنا على بطوله الدوري العام. النهارده حصل لنا نقله ثانيه بقى في الملف الثاني اللي هو كاس مصر. بدأ جمهورنا الاهلي متشوق بشكل كبير جدا، مستني المباراه دي، لان المباراه دي مش عايز اقول بلغه الكوره فيها رد اعتبار. انا علقت على الكلمه دي. احنا بنرد اعتبارنا ان احنا بناخد البطوله كلها. بالظبط. يعني اكسبني واخد البطوله. يعني المباراتين خسرنا قبل كده وده صعب على النادي الاهلي قوي. فالمباراه دي بيبقى ليها دوافعها، ليها نقلتها. كاس مصر بطوله تانية للنادي الاهلي. كمان هتطمن الجماهير، انت بتلعب فرقه كبيره باسم البيراميدز، فرقه كبيره يعني لعيبه تقيله ومدرب تقيل، هيبان بقى شكلك الحقيقي. بالظبط. وهيبان كمان طبعًا. فكرك انت كمدير فني مع اللعيبه اللي ما شاء الله اي مدير فني يتمناهم. انا وفرت لك كل حاجه، وفرت لك استقرار، مع ان الناس كانوا بيقولوا لا شكل الاداء الفني، لكن الاهلي متعود دايما ان هو يوفر مدرب استقرار. وانا بحيي بصراحه الكابتن محمود الخطيب، حتى لو انا كنت مثلا لا عايزين شكل فني اكبر، لكن بصراحه هو ده شكل الاهلي، ان انا ادي للمدرب بتاعي كامل فرصته، بحيث ان انا لما اقول له شكرا جدا بالزبط. يبقى انا ما قصرتش معاك في اي حاجه، انت كامل فرصتك، طلع لي بقى جبت لك كل العناصر اللي بيحتاجها اي مدرب، فاديني بقى اللي انا حتى يعني ثلاث ارباع اللي انا اديته لك. لو ربنا ما وفقك شكرا جدا، انت خدت كامل الفرصه، حتى المدرب كان ما يقدرش يتكلم ولا شكرا جدا بصراحه انا اللي قصرت. وهم نجحوا اداريا يا ميدو، يعني هم نجحوا اداريا ووصلوا لك باهر. وصلوا لك الجزء اللي انت طالبه او اللي انت محتاجه في حته العناصر المميزه. الحته الفنيه بقى ده دورك انت، الجانب الفني ده دورك انت، انت اللي هتحسم عليه. انت حققت بطوله الدوري العام، مطالب ان شاء الله باذن الله بطوله كاس مصر، وانت شايف ان مجلس اداره النادي الاهلي تملي عنده الصبر والمصابره، ان هو ما بيشتغلش بالقطعه، عارف انه في الاخر حق الراجل ان هو يروح لنهايه الدوري وبعد كده يبقى في حساب بينه وبين الجزاء. لكن طبعا ان البطوله لضمت مجلس الاداره صبر على بلاوي. طبعا. فنصبر نصبر تاني. والبطوله لضمت بقى، خد بالك كاس مصر في الدوري، فمن ضمن الحاجات اللي المجلس هيصبر فيها على مستر لاسارتي. أكيد. لكن زي ما انت قلت مباراه فنيه بعد التدعيمات الجديده للبيراميدز وبعض اللعيبه المميزه اللي بتصنع الفارق كانت مع فرقها انضمت لبيراميدز بدوافع جديده، فاكيد هتبقى مباراه فنيه. انا شايف هتبقى مباراه فنيه في منتهى الصعوبه علينا بشكل كبير. بالظبط. ازاي يتعامل بقى فيها لاسارتي؟ زي ما قلت لك انا المراحل اللي احنا يعني ذكرناها في الاول لحد مباراه اطلع بره، واضح ان لاسارتي بقى عنده ثبات بالنسبه للتشكيل في الثلاث خطوط. تمام. الثبات ده هيبقى عليه في مباراه بيراميدز. اختار لي اثنين مدافعين كده يا كابتن ماهر.
يعني انا شايف فجاه كنا في يعني عندنا ما شاء الله دلوقتي الحاله الدفاعيه ما شاء الله. انا عندي رامي، انا شايف رامي يعني برضك من مكاسب النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. رامي من اللعيبه يا رب رامي من اللعيبه الخبرات الجميله، كان مع منتخب مصر مع النادي الاهلي. رامي الحمد لله طمنا عليه في المباراه اللي فاتت بشكل كبير. انا عندي ايمن اشرف كمان بيجيد الحته دي كمساك تاني ويقدر ينطلق لو معلول طلع يقدر يغطي يقدر يطلع مع معلول. انا شايف ان ايمن اشرف كمان من ضمن المساكين اللي السنه اللي فاتت بحقيقه على ادائه مع منتخب مصر كان ومع النادي الاهلي مكسب كبير جدا لينا. ايمن اشرف دول الاثنين مساكين نقدر نعتمد عليهم في بدايه المباراه من ضمن الثوابت اللي بيعتمد عليها مستر لاسارتي في مباراه زي مباراه بيراميدز. مكان المساك يعني عندك رامي بيجيد اللعب ناحيه اليمين، مكان المساك يعني لو لعبت مثلا ناحيه الشمال ومثلا ومتولي ناحيه اليمين بيفرق في ادائه؟ لا والله يا ميدو انا يعني مش عارف يعني هي بتفرق معايا من اشرف بس عشان بيلعب برجله الشمال اكيد. طب ما تفرق مع اللي بيلعب برجله اليمين عشان يلعب ناحيه الشمال. لكن عادي يعني بحس ان عادي يعني حتى انت لو نقلنا مثلا رامي ناحيه الشمال مكان ايمن اشرف ومتولي ناحيه اليمين عادي، خد بالك يعني ما بتفرقش. ما بتفرق، انا بسالك حضرتك كمساك. لا ما بتفرقش يعني، لكن الاحسن ان انا لاعب اشول. اوقات انا ما كنتش بلعب برجلي الشمال باجي ناحيه الشمال راس الحربه راح بيا الناحيه دي، لكن الافضل لو عندي مساك برجلي الشمال. يعني بتبقى ممكن مريحه شويه او بتريح شويه لانه كمان هيغطي على الباك ليفت بالظبط، ويقدر برجلي الشمال يلعب مع الباك، يقدر يلعب مع الجناح، يقدر يلعب مع الوسط الشمال. محمد يوسف اللي هو مساعد المدرب المدرب العام بالظبط كان بيلعب باك ليفت بيجيدها بشكل كبير جدا بالزبط. في الجزئيه دي واخد بالك معانا في انبي بصراحه يعني فايمن بيريحك في الحته دي. المهم في الحاله الدفاعيه ان انا اراقب صح وما يجيش فيا، بيلعب رجله الشمال بقى برجله يمين، بيلعب بدماغه، بيلعب على الارض. المهم دي يعني حضرتك بترشح ايمن اشرف ورامي تمام. انا شايف ان دول افضل اثنين في الفتره اللي فاتت تمام. بشكل كبير جدا يعني. اتفضل بقى كمل. عندنا محمد هاني ناحيه اليمين، وعندنا معلول ناحيه الشمال، طبعا الشناوي في حراسه المرمى تمام. يعني ده 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 الشكل اللي ممكن نبدا بيه بشكل كبير تمام. وبعدين عندنا ياسر فتحي، وبعدين عندنا السليه، دول يعني الاثنين اللي لعبوا حمدي فتحي. اسف تمام. حمدي فتحي تمام. انا قلت لعيب جديد ياسر. انا ياسر بتكلم على السردباكات فافتكرت ياسر حمدي ياسر ابراهيم حمدي والسليه، هم دول يعني انا شايف انه افضل اتنين يبقوا موجودين في الجزئيه دي. وبعدين ناحيه اليمين هيبقى حسين الشحات ورمضان صبحي، وبعدين صالح بلي ميكر. صالح هيبقى مكان تسعه المكان ده، وبعدين هيبقى ازارو مكان 10 كراس حرب. ده الثبات اللي احنا بنلعب فيه يمكن لاسارتي بقى له فتره بشكل كبير جدا، والثبات ده بيساعدك على انك انت تقدر تنفذ الجمل التكتيكيه اللي احنا بنتكلم عليها، اذا كانت على الاطراف او اذا كانت من العمق او اذا كانت من قدام او الكور الثابته اللي احنا بنشتغل عليها بشكل جيد. لو حضرتك مكان لاسارتي او مثلا قاعد معاه ممكن تقول له يدفع بقفشه، يدفع قفشه تحديدا، قفشه عنده دوافع كتير جدا في مباراه بيراميدز ان هو ما خدش او ما لعبش الوقت الكافي في بيراميدز، لعيب كويس كان حاسس ان هو مظلوم، كان عايز فرصه لعب. جه النادي الاهلي بقى اللي هو كان اقصى طموحاته من زمان، لان مجدي قفشه انا مرنته كان نفسه او حلم حياته ان هو يروح النادي الاهلي. ممكن تديله في جزء في مباراه زي كده؟ ممكن تستفيد من الدوافع يعني اللي عنده. ممكن، لكن كبدايه هتبقى صعبه يعني. دول اللي اشتغلوا معايا الفتره اللي فاتت، فتره الاعداد والمباريات الحبيه. طب ليه يا كابتن ليه صعبه؟ انا جايب لعيب كوره. ما هو ده شغل الاجانب ميدو، اللي هو بيحاول يثبت تشكيله واخد بالك عشان ياخد منها اكتر حاجه. طب ما جوزيه كان بيجيب لعيب يلعب من ناحية فنيه ومن ناحيه تكتيكيه. بس لما يعني لعيب يلعب جوزيه على طول انت جيت النهارده تلعب في المعسكر بكره. رؤيه جوزيه يمكن اعلى شويه من لاسارتي في الجزئيه دي تمام. تمام واخد بالك. لكن ايه المانع ان انا ممكن ياخد مثلا، انا قصدي تستغل الدوافع اللي عندك. يعني انا لو ما استغلتش مجدي قفشه في مباراه زي بيراميدز هو اكيد هينزل يكسر الدنيا عشان انا جيت الاهلي وانا كنت عندكم ما بتلعبونيش اساسا او بلعب جزء او بلعب فترات. فيعني
لو كده لو حضرتك مكانه ممكن تديله جزء ولا هتخليك في القصه بتاعتك؟ لان هو التعرف على قفشه بيبقى مفروض من معسكر اسبانيا. يعني انا جايبه عارفه يعني من معسكر، وبعدين المباريات الحبيه، وبعدين اشترك معاه مثلا في مباراه المقاولين، اشترك معاه في مباراه الزمالك. عشان ما لحقش يروح المعسكر كده والكلام ده كله. فهي برضك يعني صعبه على المدرب، لان انت بتلعب في مباراه ما فيهاش تعويض بالظبط، فبتلعب مباراه كاس مصر بالظبط، وطالب انك انت تكسب عشان تعدي الدور اللي بعد كده، والمباراه تحديدا كمان. فالنهارده بقى مش هيبقى في ريسك بالنسبه للمدير الفني في بعض الاماكن اللي ممكن ما تدينيش النتائج اللي انا عايزها بالظبط، او المطلوب اللي انا عايزه. لكن المطلوب اللي عايزه لاسارتي من دول موجود، ان انا عندي دوافع وعندي لعيبه جاهزه وعندي ثبات في التشكيل وعندي لعيبه حافظه الفكر اللي انا عايزه، الجمل التكتيكيه اللي احنا شغالين عليها، واخد بالك العيوب اللي موجوده في بيراميدز، الايجابيات اللي موجوده ازاي ان انا احاول ان انا امنحها احافظ عليها. كل الحاجات دي بتبقى اعداد ذهني ونفسي للمدير الفني مع اللاعبين قبل المباراه. تمام. لكن اكيد طبعا هو عنده من الورق اللي موجود على الدكه يقدر يدفع بيه منهم قفشه زي ما احنا بنتكلم انا وانت، يعني ممكن يدفع بيه عنده كل حاجه في النص ساعه الاخيره، يعمل لي فارق بشكل كبير جدا في تكتلات مش قادرين نخترقها. مجدي قفشه عنده هكلمك هيتعامل دي صبر ازاي مع هذه المباراه، بس بعد ما نخلص جزئيه لاسارتي هيبدا ازاي المباراه؟ هيبقى فيها شكل توازني؟ هل هيضغط على الخصم على طول؟ هل هيستغل دوافع اللعيبه ان هي واخده دوري عام، كسبان المنافس التقليدي ليه، كسبان مباراه افريقيه حتى لو كانت سهله، ممكن يعمل كده ولا هيبدا المباراه بتوازن نوعا ما؟ هو التوازن ده موجود اكيد 100%، بس تمام. بيختلف الانطلاقه البدايه اللي احنا بنتكلم عليها. يعني نتمنى، احنا نقول ايه؟ احنا عايزين نضغط على خصم قدام، نتمنى بالزبط. لو سالت اي حد من جمهور النادي الاهلي حتى من الفني يقول لك ايه؟ نضغط على خصم او ربع ساعه، يعني مهم قوي، لان ده شعار احنا متورثينه والسيستم احنا متورثينه طول عمرنا. النادي الاهلي بينزل يميده يضغط على الفرق، الجس النبض ده يعني بعد كده، يعني بعد ما اضغط على الفرقه وادي احساس ان انا بحطك في التلت الاخير وضغط عليك عشان اغلطك، ونتائج واخبارها ايه؟ والله لو الربع ساعه دي جابت النتائج دي، ايه المانع ان انا اكمل؟ تمام. ما جابتش، ايه المانع ان انا عندي التوازن بقى اللي احنا بنتكلم عليه؟ تمام. ان انا ارجع بعد الهجمه وابدا الم ثلاث خطوتي وابقى قريب من بعض، وبعدين في اوقات زي مباراه الزمالك اخر ربع ساعه تلت ساعه استغنينا الحاجات المرتده، ودي كانت جديده علينا، الحاجات المرتده اللي رمضان صبحي راح بيها مرتين ولعبها بالعرض وبعدين طلعت وكانت ممكن تمام تبقى تمام. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بيقدر يعتمد عليها المدرب من خلال الاستراتيجيه بتاعته. لكن مهم جدا انك انت تقسم المباراه 90 دقيقه، يعني كل الناس ما شاء الله، يعني حتى رجل الشارع لما تساله، حتى في الفرق الكبيره كابتن ماهر يعني مطلوب في الفرق الكبيره ان هي تقسم المباراه طبعا، ولا الكلام ده لما تلاعب فرقه كبيره تقسم عليها المباراه؟ لا، مع الفرقه الصغيره او الفرقه الكبيره الاحترام متبادل موجود، مهم ان انا احترم الفرقه، وبعد كده يبقى انا اسلوبي في استراتيجيتي وادائي للمباراه ان انا منها الضغط على الخصم. تمام. فالنادي الاهلي طول عمره مميز بالحته دي، يعني من ضمن الحاجات اللي مستر مانويل جوزيه اضافها للنادي الاهلي الضغط على الخصم والاستحواذ، ثم البساط بقى اللي احنا اتشهرنا بيها بالزبط. التدوير ده 12 13 14 15 نقله وبعدين ثغره تبدا تتحط فيها، هي دي الحاجات اللي كانت بترعب الفرق من النادي الاهلي بالزبط. الضغط على الخصم بكل اساليبه، اذا كان فردي او جماعي، من قدام او من نص الملعب او من التلت، وبعدين الاستحواذ اللي احنا كنا مشهورين بيه، البساط 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 اللي بتدوخ اي فرقه، وبعدين تبان لك الثغره بقى ميدو، من العمق اقدر اخش، من الطرف اقدر اخش، من الكروس اقدر اخش، اكيد التدوير بيخلق مساحات بالظبط. اكيد بالزبط. اكيد. طب تعالى نروح لديساب، هي مباراه كبيره جدا، مباراه بيبدا بيها الموسم بتاعه قدام نادي الاهلي، اي مدير فني يحلم بكده، وممكن مدير فني تاني يخاف لكن ده اكيد بيحلم بكده لانه مدير فني كبير عنده خبرات كبيره، شاف الدوري المصري قبل كده، ماسك منتخب عمل بيه شغل، اكيد سمع ردود الافعال عليه وعلى شكله الفني، فاكيد بيحلم ان هو يقابل في اولى مبارياته في الكاس او في الدوري الاهلي. ممكن يتعامل ازاي يا كابتن ماهر؟ هل هيخاف ويلعب دفاعيا في الاول هيامن؟ هل هيفاجئ النادي الاهلي؟
لا هو سعيد طبعا انه هيقابل قدام النادي الاهلي، سعيد انه هيقابل فرقه كبيره بقمه النادي الاهلي، هيظهر شكله الفني بالظبط كده، والسكسيه بقى اللي هو يعني اي نتيجه ايجابيه بالنسبه له طبعا هترفع من اسمه بشكل كبير. بالزبط. وهو برضه خد بالك من المدربين احساسي كده ان عينه على النادي الاهلي، يعني هو حابب ان هو يعني مروحه من اسماعيليه لاوغندا وبعدين مجيئه من اوغندا لبيراميدز، هو اكيد في شخصيته كده في حسبانه انا طب عايز انول قياده النادي الاهلي دي هتفرق معايا بشكل كبير جدا، فاكيد اكيد من ضمن الحاجات اللي بيحلم بيها ان هو عايز يبقى بالظبط يبقى موجود في النادي الاهلي. فهو اكيد طبعا هو مستو وشخصيته ان هو بيحافظ بسرعه بيقرا بسرعه، شفناه مع اوغندا حتى مع منتخب اوغندا عنده اسلوب في لعبه ان هو بيتحفظ بشكل كبير، يعني ما بيغامرش، هو بيتحفظ بشكل كبير جدا في نص ملعبه في حاله الدفاع، وبعدين بيبدا يعتمد على الكونتر اتاك في حاجات المرتده السريعه اللي يقدر يباخد بيها النادي الاهلي، او الحاجات اللي الكور الثابته برضك بيستعمل الكورنر بشكل كبير، الفاولات الجانبيه والمباشره ليها بعض التركات بيقوم بيها اكيد، كمان عنده جون انتوي لعيب بشكل جيد، فاكيد اكيد هو هيعتمد على الجزئيه دي ميدو بشكل كبير، ان هو عنده احمد علي مهاجم يعني لعب قدام الاهلي وسجل مع المقاولين العرب، لعب احمد علي ولا لعب جون انتوي؟ صعب يلعب الاثنين، والله ممكن يلعب بالاثنين يعني، صح. ممكن يلعب بطريقه 4-4-2، ما فيش حد لا جون انتوي ولا احمد علي يعرف يعمل يعني 4-4-2 قصدك؟ ممكن يلعب، ممكن يحط في الحسبان واحد مش سريع مش مش واحد شكل. قوي واحد مش محطه شكل. يقدر يقول لك المدربين اللي زي دول ما بيغامروش خصوصا في مباراه ضد الاهلي يعني لكن دي انا في رايي دي استراتيجيه المدير الفني للبيراميدز، ان هو مش هيقدر يغامر مع النادي الاهلي من بدايه المباراه، هو لازم يقص النبض ويشوف الوضع رايح بيه لفين، واخد بالك، ومن خلال بقى رؤيته الفنيه والتكتيك اللي هو بيلعب بيه يقدر يتعامل ازاي مع النادي الاهلي. لكن طبعا تجربه صعبه بالنسبه له، اكيد هو ما كانش يتمنى ان هو يبقى من باب النار زي ما بيقولوا، اول تجربه ليه مع النادي الاهلي وفي كاس مصر ومباراه واحده بس، والله كابتن احس ان هو كان بيتمنى حد يطول يعني خسر النادي الاهلي هو طبعا معلوش لوم، اكيد مع مجلس الاداره متفق معاهم على المده او العقد اللي هيقعد معاهم، لكن بالنسبه له المباراه دي بيعتبر يعني تعارف بينه وبين اللعيبه وبين مجلس الاداره، فانا شايف ان هي يعني جات له في توقيت في بعض المدربين يتمنوا ان هو ياخد هذه التجربه، وبعض يقول لك يعني ما كنتش اتمنى ان اقع في الاهلي في البدايه، في حاجة تانية أقدر أكسب وبعدين أكمل المشوار، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن كانت تتحط في الحسبان يعني. إن شاء الله تكون نتيجة في مصلحة النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. إن شاء الله كابتن ميدو كل سنة وأنت طيب، أنا سعيد جدا وجودي معاك يعني. ربنا يخليك، أنا دايما بسعد بيك وبتشرف بيك. شكرا جزيلا. كبير جدا في الملاعب وبره الملاعب. الله يكرمك يا حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضراتكم. دي كانت فقرتنا الاولى مع النجم الكبير الكابتن ماهر همام مدير تحرير اليوم السابع الاستاذ الكبير الاستاذ عصام شلتوت، هيكون ضيف محمد سعيد في الاهلي الليله بعد الفاصل. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ومع الف سلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الأرض. فقرة مهمة جدا في بالتأكيد ختام برنامج الأهلي الليلة في ختام هذا الأسبوع، معي بالتأكيد كاتب صحفي كبير دايما بتشرف بوجودي معاه، دايما أراؤه التحليلية في الوسط الرياضي وفي الوسط القروي تحديدا لها صدى مهم جدا، عنده بالتأكيد كواليس مهمة، وبالتاكيد واحنا خلاص بقى بنختم او الساعات الاخيره من عيد الاضحى المبارك، فابدا اتكلم معاه واقول له كل سنه وانت طيب. كاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت. استاذ عصام منور الدنيا وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا رب، ومصر والامه الاسلاميه والعالم كله بكل خير في عيد الاضحى المبارك. يوم عرفه بيبقى اليوم الاهم في المشهد العظيم.
أكيد. كل سنة حضرتك طيب، وكل سنة والأمة الإسلامية والشعب المصري وجمهور النادي الأهلي يا رب بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب، وتكونوا قضيتوا العيد بقى في جو أسري وعائلي مبهج يا رب دايما كده على طول إن شاء الله في مصر. أستاذ عصام، يمكن طبعا رغم الأجازة ورغم أجازة العيد، لكن الكورة والوسط الرياضي صعب يبقى فيه أجازة، ودايما الأحداث فيه متلاحقة. أكيد عادي يعني، الحياة الكروية والرياضية لكن الكروية أهم طبعا، مستمرة داخليا وخارجيا بحلوها وحلوها مش هنقوله مرات لسه معايد على الناس وبالتالي أبدا يعني دايما بتدور، ما عندهاش مشاكل وأزمات الأجازات والراحات، اللهم إلا أزمات الإدارة، أزمات عدم الشطارة وقس على ذلك يعني. لكن في الأغلب العام احنا في حالة يعني احتياج شديد لتطوير طبعا، لتطوير هام وعاجل للرياضة عموما، للتحول نحو صناعة، والكلام اللي بيعتبرونه واحنا بنقوله يعني يقولك بيقولوا كلام كبير وتنظير، هو مش تنظير ومش كلام كبير، هو كلام طبيعي جدا جدا، هو كلام مصر بدأته قبل كثيرين ممن احتاطوا بالاحتراف، واحنا بدأناه في عالم الهواية في سبعينات القرن الماضي. وبالتالي مصنع كرة القدم هو الأولى الآن بأن تدور ماكيناته أولا، لأنه هيمثل يعني قاطرة مهمة جدا لحالة احتراف الرياضة، اللي منها هتروح على طول بلا شك على الرياضة للجميع، وعلى أن الرياضة هي هدف قومي، غير أنها أمن قومي كمان، هي هدف قومي. شعب عنده رياضة هو شعب عنده صحة عامة معقولة، مش هنقول أفضل حاجة. وبالتالي أعتقد أن احنا على مشارف تطوير، علينا أن كلنا يعني نمسك بتلابيب التطوير ده، ما تتوهش مننا وما نيأسي وما نزعلش وما نسكتش. طيب حضرتك الوحيد اللي بحس دايما متفائل بمسألة التطوير اللي جاي، لأنه سهل. هو سهل، بس هل الشواهد بتقول أن في تطوير هيحصل في الكرة المصرية؟ الشواهد بمعنى إيه؟ الشواهد بمعنى ايه؟ احنا النهارده بالظبط كام في الشهر؟ 15/8 بالظبط. تمام، اخر خروج او اخر مباراه لمنتخبنا الوطني كانت امتى بالظبط؟ كانت في حوالي اول اسبوع من شهر 7، يعني دلوقتي بنتكلم في اكتر من حوالي 40 يوم في منتخبات في يعني عدى ال 40 بتاع خروج المنتخب، في منتخبات خرجت والاتحاد ابتدى ياخد خطوات اصلاح بالنسبه للفتره القادمه وتعينت مدربين لمنتخبات في الساعات الاخيره، ولغايه دلوقتي لا اتحاد الكورة حد عرف مصيره ايه الفترة الجاية، ولا حد عرف مين اللي هيدير الاتحاد الفترة الجاية، ولا مين اللي هيختار المدير الفني للمنتخب، ومين هو المدير الفني الجاي للمنتخب الوطني. كل دي ملفات صعبة جدا ومحتاجة قرارات سريعة. قلتلي انه متفائل، طبعا متفائل لانه الشارع المصري بدأ يمتلك يقين ان في ارادة من الدولة، وعندما تكون ارادة الدولة حاضرة في الميعاد تمام، لازم الاشياء هتتحرك. هذا هو ما حدث مع تنظيم مصر لأمم أفريقيا. مزبوط. في صورة مونديالية قلتها برضو معاك في الكان 2019 بطعم مونديالي بثماني منتخبات إضافية رفعت يعني نصف بطولة، وبالتالي أعتقد أنه في غرب القاهرة فقط كان في 12 منتخب ب 12 جمهور ببابا غنوج وبسلطاته، ولم تسمع عن شكوى واحدة. اللهم إما يعني ثمة الشكاوي العادية يعني اللي هو حد يعني عايز التاكسي يبقى مكيف، حد تاني عايز يعني الهوا في الشارع يبقى سائع النهاردة، أما تراوى والحمد لله يعني. لكن على أعلى مستوى على الأقل مع بداية مشروع والحلم ألا وهو الاستثمار الرياضي، ومن ثم دارت العجلة بإرادة الدولة وبالنبيين بقى من شباب مصر كل في فرع. وشفنا المنتجات اللي رصدتها برضو هنا في قناة النادي الأهلي لما قلنا كم كانت المطالبات يعني موجودة من الإدارة الحمراء وأيضا إدارات أخرى في الأندية المصرية عن فكرة الاستثمار، عن فكرة التسويق، عن أفكار عديدة جدا كنا نتعامل معها باعتبار أنها يعني محض اختراع أحمر، لكن لم يضر بخلد أحد أن الأهلي كان دائم التواصل مع العالمية، يعني بيأتي بجديد دائما وبالتالي ينتشر هذا الجديد. هنقول كان متسلل نوعا ما للعب دور يشبه دور اتحاد الكرة، وبالتالي أنت الآن لديك تذكرتي وهو مشروع عظيم اللي هو معناه أو ترجمته الحجز الأونلاين مش شبه العالم زي العالم. لديك أيضا
مشروعية إنه يبقى كل جمهورك مؤمن على فكرة قبل معرف، عشان في ناس يقولك وعايزين يعرفوا الناس، ما هو أي دولة في العالم لازم تعرف رعاياها، لكن أصبحت أنت مؤمن، أنت مؤمن، عندك آي دي كارت أو ما شبه ذلك، إذا كان هيبقى يعني رقم يبقى سمى الشيء اللي بيتم عليه تعريفك كحاجز ليه تذكرة المباراة، قطعة أيادي السوق السوداء ب 99% على الأقل أيضا أنشأت الدولة في طريقها لتطهير فكرة الحصري الغير موجودة إلا نحو العالم الثالث بفكرة تايم سبورتس، قناة بإدارة وطنية بشركة وطنية، هنا الكلام، لأن استثمارات ورأس مال مصري طبعا مرحبا بشركاء أجانب بقى عرب أيا ما يكون، ولكن على قاعدة بيزنس، وبالتالي ربما اللي يخليك تتفائل زي حالاتي كده إنه هذه الإرادة سينتج عنها تطوير. إيه هو التطوير؟ إنه عشان تلعب كورة لازم عندك ميزانية، مفيش حاجة اسمها إيه مشي حالك، عشان تلعب كورة لازم بتبيع تذاكر وبتبيع تيشرتات وبتبيع مجات والقلل يا بنات وحاجات كده يعني، وبالتالي هتبدأ تنزل الكورة يروح واخدها الحكم كده حاططها على بتاع كده زي بتاعة لعب الأطفال، عربية تجري بيها، فتلاقي التصوير على أعلى مستوى زي ما حصل في أمم أفريقيا، هتلاقي الكاميرات عين السمكة وعين مش عارف إيه ورجل إيه وهكذا، تبدأ تطويرات الصناعة. أما بقى عما يبحث عنه المواطن في الشارع الكروي المصري وهو فكرة الاتحاد، كل الأفكار اللي بتطرح ده صديقي وزميلي العزيز هي أفكار تبحث عن موقف، عارف اللي أول مرة يشغل عربيات بس مش لاقي حتة يركنها، بينما الأصل في الحكاية هي الورقة دي، يا ريت الكاميرا تجيبها تمام، بس أنا أعتبر اللي مكتوب هنا زيز اتحاد الكرة الإنجليزي، زيز اتحاد الكرة الفرنسي، زيز اتحاد الكرة الروسي، زيز اتحاد الكرة الغاني، تخيل، ثم تترجم للعربية، فنعرف يعني ايه اتحاد من اول وجديد، مع احترامي لاي حد واي حاجه، فلما نعرف يعني ايه اتحاد نعمل واحد زيه، فلما نعمل واحد زيه يبقى شغال بنفس السيستم، ما تحطش الكهرباء هنا 220 وهنا 460 او 110، وبالتالي ده اللي مخليني سعيد جدا وربما زي ما انت قلت متفائل، لانه اول ما تلاقي بسيطه ما تستبسطهاش دي واسماء تطرح ولجان يتم يعني البدء في تشكيلها وتكوينها، اعرف ان للصبر حدود. ايه يعني؟ طالما عرفنا السكه وهي ورقه مترجمه، يبقى بعد ما نشوف الناس اللي شغاله على هذا التطوير والتطهير، والتطهير ده لا يعني ان انت تفضل تقول على الناس حراميه وكذا، التطهير حتى من اداري فاشل، التطهير حتى ممن لا يستطيع التعاطي مع مفردات الشغلانه وانت بتديها له، التطهير ده يعني أن تعمل عملا واحدا، ما تشتغليش الصبح في شركة وتقول لي أنا معايا تفرغ عشان أشتغل مدرب عشان غدرات الزمان، يا رجل إذا لم تكن أرباح كرة القدم تغنيك غدرات الزمان فتشتغلها ليه الشغلانة دي؟ فلتذهب بقى إلى وظيفة أخرى ويؤمن عليك بقى وحاجات كده وتروح المستوصف بعد الظهر ومتشكرين منك. الأمل أن يظل القائمين على أمر التطوير الآن شغالين على الصيغة دي، شغالين على أحدث فيرجن، على أحدث موديل لكرة القدم كما يحدث في العالم، ولن نصدق أي حد يخرج عشان يقول لنا أصل إحنا لسه بدري، أصل إحنا غيرهم. طب ما يقول لنا غيرهم في إيه؟ هو لازم يبقى اسمها اللجنة ففيها محمد وعصام، اسمها رابطة تبقى رابطة، اسمها لجنة الحكام بياخدوا فلوس يبقى لجنة الحكام بياخدوا فلوس، محدش يلعب دور صاحب الفضل على مصر، ده مش مصر بقى، محدش يلعب دور انه صاحب الفضل على صناعه اسمها كره القدم، تستطيع هي وحدها ان تمول وتفتح ابواب رزق ويربح منها الكثير ملايين يستحقوها. كل ده كلام ممتاز جدا ومتفق معاك في كل كلمه قلتها يا ريس، كتر خيرك والله. لكن الجزئيه المتعلقه، هل التاخير ده حضرتك شايف ان هو في تفاؤل كمان بالنسبه اللي جاي، هل التاخير ده شايفه ايجابي للكره المصريه؟ اه التأخير الوقت ده كله عارف ليه؟ ليه؟ مش ربما برضو، ما هو ليس كل ما يعرف يقال، مش معنى كده ان انا عندي معلومات مختزنة، لكن مش يمكن المشروع في حتة كده مضروبة في الرفرف اللي قدام فصاحب العربية مش عايز يستلمها، فاهمني؟ طبعا. يعني مش يمكن كل ما تيجي تقول خلصنا بتحاول يقول لك طب ايه ده؟ لسه دي صلح دي ايه ده؟ اعمل دي العبها صح،
وهكذا. طب هي الفكره في الاسامي اللي بتتحط اللي هتدير الفتره الجايه ولا الفكره في اساسها؟ انا قلت لك بقى ما هياش فكره اسماء، قد نحتاج اسماء لامعه اداريا يعني محترفه، مش لامعه يعني نجوميه وبس. النجوميه ليست ها يعني مصوغ تعيين زي ما بيسموه، لكنها تصلح للبناء عليها. اذا كنت نجما ولديك ماجستير في الاداره على راس يا سيدي. يا اخي نجم الكره او اي لعبه اخرى حين يغادر، خلينا في الكره، حين يغادر المستطيل الاخضر وعشان يرجعه مدربا يطول الايام وعرضها عشان ياخد تراخيص يبقى مؤهل للتدريب، مش كده؟ اللي هو لسه لعبه وسمعه ويمكن يعرف يقود فرقته لو هو الكابتن في التسخين وشويه تمارين لغايه اما المدرب يجي. مثلا لو تصورنا ان المدرب عنده مغص نص ساعه يعني مشيها كده بنبسطها للناس بالظبط. اشمعنى يا اخي الاداره اللي التجرع عليها للدرجه دي؟ اول ما نخلص لعبه انا وانت يلا يا عم روح وانت مجلس اداره، روح وانت مدير كذا، روح وانت مدير ماذا، ازاي يعني؟ دي اصعب ازاي حاجة. يعني لا ده علم، ده مش اصعب بقى، ده علم جنبا الى جنب مع رصيدك من الخبرات التراكميه بقى، وانت بتشوف مدير كوره وانت بتشوف اداري وانت بتشوف الراجل اللي بياخد الغياب وانت بتشوف الراجل الجميل بتاع الادوات وهو ينسق. الصوره اللي بننقلها لما اوض خلع ملابسنا بقت زي العالم، ازاي التيشيرت متعلقه، ازاي ادوات اللعب موجوده، ازاي البنداج، ازاي ما هو لكن الشكل كله بقى كويس. لكن الشكل. احنا حتى الان يا صديقي العزيز ها بنتفرج على سوبر اوروبا بثلاث حكامات، ثلاث حكام انا اسف لانه ما ينفعش نأنس الوظيفه، بثلاث حكام اناث ونحن نتحدث عن التحكيم المصري، ونحن نتحدث عن امتى يبقى عندنا تحكيم، ونحن نتحدث عن حكام بيروحوا الماتشات من غير خير الكره ده ما يخليهم يروحوا في عربيه ليموزين ومعاهم واحد من العلاقات العامه. اشمعنى الاجنبي بيروح كده وضارب بدله وشياكه عربيه ليموزين جت اللي فيها الطاقم الاجنبي؟ افتح محمد بيه، اتفضل عصام باشا اهلا بيك. وبالتالي لابد من اصلاح ده. بنشوف ثلاث حكام اناث وما بنشوفش حكم مصري مع الرذاذ المتطاير بتاع العشرة ياردة. بنشوف حكمات مرة دي نقنسها عشان نغزهم ها إناث، وما بنشوفش اللي بدأوا الموسم عندهم آي دي كارت عشان الراجل يعرف بعد التعديلات الجديدة يدي إنذار لمين من اللي على الدكة من الجهاز. بنشوف وقت التسليم مش بعد انتهاء مباراة في أسبوع ها إزاي مفيش بني آدم في الملعب تجرأ انه يروح يشوف الحفر بتاع اسم ليفربول على الكاس؟ والله ده لو هنا لكان بقى واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وياخد سيلفي مع الاسم وبيحفر على الكاس. الدولة بقى تعمل جاهدة على ايه؟ انها تطلب التطوير، ولكن ليس مثل ما كان يحدث في عقدين سابقين انك الدولة لما تخش في الرياضة وتحديدا كرة القدم كانت تتكلم بقى على الفنيات فتنحاز، وانا رايح لك على المدربين اهو، للاسماء وتنهز للنجوم، فيقول لك هم قولوا لهم يجيبوا فلان، هو الواد فلان ما بيلعبش ليه؟ لا، الان كل الاسماء المعروضه حتى من يستحق لهم جماعات ضغط. من الاخر لهم جماعات ضغط، قد تكون جماعات الضغط دي احيانا مطلوبه. ليه؟ حين تكون المستهدفات هي وطن، حين تكون المستهدفات هي عداله، بمعنى انه لو شبهنا بنفسنا ان احنا من اصحاب الضمائر ونعك معنى القلم والكاميرا وكلها يعني تصلح عبادات تصلح قسم كويس، قد نضغط لمن يستحق، لكن الضغط بقاش لمن يستحق وبس، بقى لمصالح سلسله كده زي الميداليه الحاجات فيها تشبكها جنب بعض. عشان كده كل ما تتاخر الاسماء والحاجات ثق تماما انه اي حاجه فيها ديفو واضح كده ان محدش عارف يعديها. واضح ان محدش عارف يعدي الديفوهات. قلت كواليس من بين السطور يا استاذ عصام، ايه رايك بقى؟ يعني في كواليس تالت من بين السطور بتدي تفاؤل للمرحله الجايه، بس انا خايف ان التاخير ده ما هو مش هينفع تصرف تاني على بضاعه في كل العالم بتكسب وتخلق 100,000 فرصه عمل على الاقل صح. من ام 6000 و7000 لشاب هيتعلم الاداره انه يبقى اداري اللي هو ممكن يبقى بيروح بس يجيب حاجات بسيطه قوي مع الجهاز، مش الاداري اللي بتشوفه.
في التلفزيون. ده في اقتصاد دول قايم على حضرتك على صناعه الكوره. دول كتير حضرتك وابرزهم البرازيل. يعني في دي كانت لغايه بدايه سبعينات القرن الماضي، لكن دلوقتي كل الدول التي تعتمد كره القدم صناعه تعيش في جزء من اقتصادها على تمويل كره القدم. حقيقي عندنا ارقام كتيره وعندنا مشروع على بعضه قدمته وقايل لاصدقاء كتير، واعتقد ان في جزء منه كان في او على مكتب السيد او دوله رئيس الوزراء السابق يعني الراجل المحترم شريف اسماعيل، وطلبته بعرضه وقتها كان الوزير خالد عبد العزيز. الان بنفس الطرح، لكن لم يسعفني الحظ للقاء دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، لكنه قدمت الخيال الاكبر منه لدكتور اشرف صبحي على امل ان يؤخذ ما يمكن ان يكون طبيعي منه، ما يمكن ان يكون شبه الدنيا منه، لان انا ما بقولكش انا الفت، لا طيب. انا جلبت النص زي ما بيقولوا علشان اسلمه لبلادي، وقلت له كده في الاخر يا تسمعونا يا تحاسبونا، يمكن احنا بنقول كلام عشان نخلي الناس تسكن ولا حاجه، لكن انت داخل على مشروع الالف موهبه وكذا، دول لمين؟ دول للعرض العام ولا للسماسرة ولا هيبقى في شركات بجد ولا مين اللي هيمول عشان مين ياخد البضاعة دي؟ كلام كتير وحاجات مهمة، لكن ضمنها انه محدش هيعرف يغزل الدولة، مش هقول بقى الحكومة ولا الوزراء يعني مش حد، الدولة، اجهزة الدولة اللي قررت انه الصناعة هذه يجب ان تكون مصانعها شغالة. تمام. بمناسبة الحكم الثلاث حكمات اللي كانوا بيديروا مباراة السوبر الأوروبي، ثلاثة حكام إناث، الاتحاد الإفريقي رشح حكم أيضا تونسية درساف اللي أدارت آخر مباراة في الدورة ما بين الترجي والإفريقي، هتكون موجودة في دورة العاب الإفريقية في المغرب، رائع، لتحكيم مباريات كرة القدم للرجال في دورة العاب الإفريقية في المغرب في الرباط إن شاء الله بداء من يوم 19 لغاية 31 أغسطس من نهاية هذا الشهر. رائع بإذن الله. وده كلام مهم ليه؟ يعني مش في أوروبا، بلد أوروبا وإفريقيا ودولة عربية تونس. شوف شوف أهالينا في القارة ممن يقودوا الكرة في الكاف، يعني هم كمان عاوز يبقى زي أوروبا، زي أوروبا مش شبه أوروبا، وبالتالي لما بنقعد نقول للناس مصر يا سادة في أفريقيا هي ألمانيا وأسبانيا وفرنسا وآخرين في أوروبا، اللي مش عاجبه بقى يعني يعمل اللي هو عايزه، لكن هذه حقيقة بإمكانياتك بطموحك أنت تماثل نماذج الكبار في قارة أخرى، القارة العجوز أوروبا، وبالتالي الاتحاد الأفريقي يفعل هذا، ونحن من صدر فكرة الاتحاد، نحن لعبنا كرة القدم في العالمية قبل ما يبقى في اتحاد قاري لقارتنا، ونحن لا نستطيع تصدير نفس الفكرة للداخل، مش هنقول بقى للخارج، مش معقول يعني. طيب الاسامي اللي بتتردد في موضوع اداره الاتحاد او اللجان اللي ممكن تعاون المدير التنفيذي في الفتره القادمه، بغض النظر عن الاسامي، لكن في الكواليس متفق مع معظم هذه الاسامي ولا مش متفق مع اسامي واسامي؟ لغايه ما تعلن رسميا مش بس ساعتها الواحد يقول رايه، لكن برضو انا مصر هذه الاسماء اذا كانت قد اتت لنموذج اتحاد مشوه حتى لو كانوا مين يعني في الثقه كمان مش بس كنجوم لامعه، حتى مهما كانت ثقتنا في أشخاصه، لكن لو ارتضى أنه يجي عشان تاني يقعد على البرج عشان يقول نبيع الدوري إزاي والبس وسنينه والتذاكر والمسابقة والمسابقات، يبقى حرام عليه يجي، دي بلدك يا رجل انت وهو ويا هانم يلي هتبقي معاهم لأنه في واجه نسائي، لكن لو جايين عشان تبقوا بتعملوا الاستراتيجي ويبقى عندكم روابط محترفة ما فيهاش لا حجاج ولا بهوات ولا فندية توزعوا عليهم انه ده يمسك الرابطه، ده مين؟ ده لازم يبقى راجل لما تقول انا هديك 100,000 دولار يقول لك لا لا انا مرتبي 400,000 دولار. ليه؟ لانه هيجيب لك 400,000 دولار. وبالتالي انت بقبل حاجه زي ما قلت لك بسيطه ما تستبسطهاش، عشان كده غير مقبول ان انت تناقش الاسماء الان، نحن نريد ان نناقش ماذا ستقدم هذه الاسماء. بس لو الاسماء عندها القدره هتقدم ده، لكن لو احنا من البدايه شايفين ان في اسامي لا تستطيع ان تقدم ده يبقى نناقشها قبل ما يتم اعلانها عشان نحط ايدينا على السلبيات. اولا يقولوا لنا هيقدموا ايه، ما انا برضو مش عارف ازاي تقدم لي نجوم فيلم، انا لا اعرف السيناريو بتاعه ولا قصته. كويس اتفقنا. بس في نجوم من غير ما تبص في السي في بتاعها انت اصلا من بدايه لا المكان ده ما ينفعش يكون فيه الشخص ده موجود في المكان ده،
في يعني ابجديات او بديهيات الرياضه او الكوره؟ قول لي اسماء. لا بدون ذكر اسماء، لان لغايه اللحظه دي طالما ما طلعش مصدر رسمي أولاً بس احنا اسامي بنقراها كتير. اولا يعني نحتاج مصدر رسمي حتى لو تحدثنا عن الاسماء التي طرحت، وهم سبعه مش بس خمسه. كويس، الفكره العامه ايه؟ انت رايح بيهم فين؟ انت جايبهم علشان يقدموا لنا الملف اللي هيشتغلوا عليه. ما انا قلت لك احنا مش هناكل تاني اكله مش عجبانا، ومش هنقدر كمان نستسلم لفكره انه ياكلوا لنا غصب عننا، ولا ان احنا تحت اي تاثير ها نبلع هذا الطعم. ليه؟ لانه انا بسالكم، انتوا هتعملوا اتحاد ولا جايبين ناس بس موثوق فيها؟ اقول لك كمان واصحاب خبره كل في مجاله ماشي، وتركيبه فيها 55 و45 و35 تمام، لكن انت ليه بتوريني الديكور من غير وتريني المبنى من جوه؟ انت ليه بتوريني الكرافطه يا ريت الكرافطه، ليه بتوريني الزرار وتقول لي ايه رايك البدله دي هتطلع شياكه ولا لا؟ نعم، وانت بتوريني الزرار وتقول لي انه براند، ما انا مصدقك انه براند، ودي عماره مكتوب عليه كمان، لكن يعني ايه؟ طب البدله دي بمقاييس العصر ولا لا؟ البدله دي من الضيقين ولا الواسعين؟ البدله دي من بتاعت سواريه ولا بتاعت بعد الظهر؟ البدله دي بتاعت سني ولا مش سني؟ عارف انت فكره تزكيه الشغلانه قبل ما تركب عليها الناس؟ يعني الاول اتحاد كره نموذج لكل الاتحادات، لان احنا مش قصر ولا عندنا حاجه اسمها ما ينفعش. اوعى تصدق الحكايه دي، لا لا كل حاجه ولا تنفع. الجمهور المحترم ده يعني ايه ما ينفعش؟ يعني يا راجل الدوري بتاعنا على ماكينات القمار، انا مش بهزر، لا لا احنا بنشوف ده على الزملاء يجلبوا لك ده، وصلت بقى ان الشركات دي بتعلن عندنا واحنا مش فاهمين حاجه، موجوده في ارضيه الملاعب. لكن اعدك اعدك ان الاعلام الطامح في احترام القسم اللي في ايده ده، اذا كان قلما او ميكروفون او كاميرا، كل الوسائل حتى السوشيال ميديا منها، كويس، إذا احترم هذا القسم عليه أن يكشف ما يحدث، لا أن يصبح متعدي، بمعنى أنا مش هطلع أسوق صورة محمد وعصام، لا أنا هستنى لما أعرف إيه أدوارهم بقى وبعدين نتكلم، وبعدين نتكلم كمان في المسكوت عنه، نتكلم بقى في البضاعة اللي موجودة عندنا اللي اسمها كرة قدم، هتدر أرباح إمتى؟ يعني إيه معكش وعايز تلعب كورة؟ يعني أنت محترف ولا لأ؟ يعني ايه لاعب ومجند وطالب؟ كل الاشكال المشوهه مرفوضه. بس هم بدأوا للاسف بنفس الشكل يا استاذ عصام، من لائحه شؤون اللاعبين اللي طلعت فيها نفس الديفوهات. بص ما هو في جزء ثاني برضو اعتقد ده الجزء الفني، الانديه والكبار منها طبعا محدش خد رايهم. ما انا معلش ما انا جاي لك اهو، اكيد مش هيرضوا، لكن الانتظار لن يطول. ليه؟ انت بتتكلم في 20 لـ22 بالكثير تكون قدامك الداتا، فاذا كان اليسير الآن أن الأهلي وزمالك مثلا والكبار معهم والجدول كاملا أو كل الأندية ارتضت باللي يمشي اللي هي اسمها تسيير أعمال، ما هو ده مش قرآن يا سيدي، لا توجد نصوص مقدسة إلا الكتب السماوية. بس في أسئلة يا أستاذ عصام احنا بنقعد نسألها محدش برد علينا، يعني احنا سألنا قبل كده على موضوع الحكام الأجانب لغاية اللحظة دي وبعد الاتحاد ما مشي محدش برضه ادانا إجابة. بمعنى يعني موضوع اسماء يعني الحكام الاجانب اللي كانوا جم اداروا مباريات الدوري السنه اللي فاتت، ما حدش جاوبنا ليه الحكام دول جم وليه ما جبتش حكام صف اول، لغايه دلوقتي جات لك الاجابه اهو اللي ما ردش خد نصيبه ومشي وما حدش عارف جه الحكام ده. يفترض بقى طيب انه في اللي جاي الانديه الجمعيه العموميه كل في درجته يؤكد حين يكون هناك حكام اجانب بالمواصفات الاتيه: 1 عيني خضراء، 2 دولي 30 مباراة، 3 كذا كذا كذا. هو ده اللي انا بقول لك علينا ان ننتظر حفنة الايام المقبلة. طيب دي جزئية وأعدك بتقديم كل ما هو جديد. طيب. ليه؟ لانه مصر لا تستحق اقل من هذا، حتى اللاعبين الاجانب وسنتحدث عنها باستفاضة وبرضه مقدمة. عارف ايه هي؟ يعني ايه لعيب يجي مصر ما لعبش 25% من ماتشات منتخب بلده؟ نعم. لا ده ليه؟ في جزئيه اخطر هي من كده كمان كده هو. لا ده في جزئيه اخطر من كده، انت جيت السنه دي قلت لي لاعب الشمال الافريقي لمده سنه هيقيد كلاعب محلي وبعد كده يبقى لاعب اجنبي، طب يعني انا هجيب لاعب سنه واحده؟ طب انا عندي لاعب اجنبي شوف شمال افريقي. في جزء الانديه برضو ما بتسكت، يعني ايه؟ ما انا لغايه دلوقتي بيوفق اوضاعه
فعلى الأندية برضو أنها تديني المادة اللي حارب لها بيها، أنها تقول أنا ضد هذا السنة أو ضد هذا التوجه عموما يعني. لكن إذا كان هناك تفاهمية على أنه تصحيح أوضاع ربما، تسديد يعني مديونيات قديمة ربما، زي ما بقولك. إنما برضو لازم زي ما بنقول على تانيين نقول على الأندية، ما الأندية دي هي المالك الحقيقي. ازاي الملك الحقيقي بيتقاعس وبعدين نقعد انا وانت كاعلام ندور على يعني ايه هتكلم مين؟ تكلم الدوله يا محمد. المدير التنفيذي لما طلع لائحه شؤون اللاعبين مش هو المفروض يصدر اللائحه؟ يطلع واحد يقول له مش هلعب. لا اللائحه لما طلعت يا سيدي واحد يقول له مش هلعب. انا بكلمك بقى كلام فير جدا، يطلع نادي يقول له مش هلعب ويقول لانديه اخرى ويتزعم هذه الحركه. الموضوع بسيط. لا ما هو انت لن تاتيك يعني كل الأشياء بينما أنت يعني مستكين تحت شجرة على ناصية فيها طراوة. طب لائحة المسابقات لسه ما طلعتش والموسم أعتقد خلاص يعني خلال شهر بالكتير هيبدأ الموسم الجديد، هل الاتحاد وده تبقى للبيان اللي كان صدر 10/6، هل الاتحاد هيبقى فيه جلسات مع الأندية عشان يشوف لائحة المسابقات يكون في اتفاق على أمور عديدة في لائحة المسابقات؟ يفترض أن ده اللي سمعناه، لكن يبدو أن ثمت ما يدور مش في الخفاء بمعنى انه ما حد عاوز يخفي، لكن ربما تكون الاجابات على الانديه هي اللي انت قلته ده، انتظرونا لحين تعميد الاسماء اللي هتبقى لجنه فيصبح الامر ايه؟ رسميا رسمية. ثم نجلس لتصحيح وتوضيب الاوراق. طيب من دلوقتي والا لا يمكن ابدا ان النادي بحجم النادي الاهلي يظل صامتا. طيب من دلوقتي نناشد لائحه المسابقات الموسم القادم يدرك فيها بند تسليم الدرع في اخر مباراه في الدوري. ده مش ده بس، ارجع تاني بند في اللائحه ارجع ثابت عشان ما يبقاش الاهواء الشخصيه. انا قلت لك معايا الحل اهو، ده انا شايل الملف ده من بدري. بص اهو ما هو المترجم أهو. ده اهو هنا البند اهو اللي انت عايزه. تمام. ده اللي قبليه بنود كتير. هو اللي بيترجم هنا بيترجم بنود وبنود. لا يمكن تمر المره دي، فرصتنا جميعا. بقى لنا 4 سنين بنتكلم يا جماعه سلموا الدرع خلي بالك في اخر مباراه في الدوري. دي فرصتنا جميعا. ليه؟ لانه هذه الصناعه اذا دارت حقيقه فالناس اللي مهنتها زي حالاتي وحالاتك وزملائنا خلف الكاميرات وزملائنا في المطابع صعبان علينا الشكل اللي فيه الكوره المصريه. لا هيلاقوا اكل عيشهم يا اخي، ده جزء منها اكل عيشنا الكل. كويس. مش هيبقى فيه دخلاء، مش هيبقى فيه واحد احنا مش فاهمين ده بيشتغل ايه وتلاقيه في كل حاجه وكل حته. والاسم وكيل. والاسم اداري. والاسم ده كان بيلعب كوره فدخلوه التحكيم. يا عم ده فيه حكام جزارين ومدرسين جغرافيا، ده حقيقي، وموظفين عموميين حول العالم شغالين بلوائح عجيبه حول العالم. انا بقول لك ما بنغيرش فيها. اذا علينا ان ندافع جميعا. طيب. اولا عن صناعه استثماراتها تغنينا سؤال السليم بما فيها الاعلام الذي هو الجزء الاهم في الرياضه. طيب. ومن ثم الانديه كشركات بقى بتجلب الفرحه لكنها عليها ان تستثمر ايضا. وبالتالي هي حفنة الأيام دي، هي العلامة الفارقة أو لحظات الانتصار. هنتظر حفنة الأيام أو العلامة الفارقة لغاية لما نشوف هيحصل إيه. بس ده يخليني أطلع من ملف اتحاد الكرة يا عصام لجزئية تانية وهي متعلقة بالاتحاد الإفريقي، والجزء اللي طالبت بيه النادي الأهلي بما أنه قيمة كبيرة وله دور كبير واسم كبير في القارة الإفريقية وفي الكرة المصرية وتاريخ طويل إداري ورياضي في الكرة الإفريقية، حصل تعديلات. ويمكن الجزئيه اللي هنتكلم فيها دلوقتي ناس كتيره ما خدتش بالها منها، ان الاتحاد الافريقي هو قبل ما يبدا الموسم الافريقي اللي بدا في ماتشات التمهيديه من اسبوع عمل تعديل على امور فنيه متعلقه بالمسابقه. يعني قال لك ايه؟ الاول لما كان اللاعب بياخد انذارين بيتوقف مباراه. دلوقتي قال لك 3 انذارات توقف مباراه. لو خد 3 كروت حمراء و9 انذارات على مدار البطوله ما يستكملش المباريات حتى نهايتها. لو لعبت على مدار جزء من البطوله قصدك؟ يعني انت مثلا لعبت 12 يعني مباراة والبطوله لم تنتهي بعد. البطوله لم تنتهي بالظبط، ما تكملش جزء. وده ضمن هو الخطاب يا استاذ عصام، ده خطاب من الاتحاد الافريقي اتبعت لكل الاتحادات الاهليه عشان تختر انديتها اللي هتشارك في البطوله الافريقيه. جميل. الجزء كمان المتعلق بالبث الفضائي والملاعب والمباريات لازم تكون في العاصمه، ولو بعد العاصمه بمسافه 200 كيلو لازم موافقه الاتحاد الافريقي عشان شكل الملعب نفسه يكون ملائم لقيمه دوري ابطال افريقيا. ويكون ايه بقى؟ ايوه كمان مش بس ملائم، بالمقاييس. بالمقاييس. شفت بيطوروا نفسهم ازاي؟ طيب التطوير ده حصل بناء على ايه؟ ما هي الناس خدت فكره الجواب او فكره البنود اللي اتقالت وما رجعش ايه اسبابها. ده كان بناء على اجتماع لجنه المسابقات في الاتحاد الافريقي اللي عقدت منذ حوالي 3 اسابيع، وحضروا الكابتن محمود الخطيب في هذا الاجتماع مع اكثر من حوالي رئيس 15 لماذا حضر اتحاد. ايوه لماذا حضر الكابتن محمود الخطيب؟ ادلى بدلو. لانهم راوا. أيوة. انه يتراس كاحد اهم اساطير الكره في القاره
اهم المنظومات الرياضيه في القاره. شفت الناس بقى بتنطق؟ ايوه، وادلى بدلوه في جزء كبير جدا من هذه التعديلات اللي طرقت والاتحاد الافريقي وافق عليها من خبرات الكابتن الخطيب، سواء كلاعب او كمسؤول او كرئيس للنادي مع اسم كبير كالنادي الاهلي، وتم تنفيذ كل بعض هذه الاقتراحات واصبحت قرارات رسميه. وقف بقى عند اهم التنفيذ ونناقش، ها، لماذا استدعى ها الاتحاد الافريقي ومسؤولي كبار كرة القدم، خاصة من لديهم علامة كاملة في الإدارة بالزبط. مش بس الشطارة الكروية، كويس؟ ليه؟ حتى يضعوا هذا التصور طبقا لمعايشاتهم، وبقت إيدهم في العجين شغالين في الشغلانة بالظبط كده ما بين رئيس نادي ومش أقل من كده، ورئيس نادي اسمه إيه؟ اسمه النادي الأهلي، وبالتالي بقيت البورد بقى كان فيه بقى بتوع القانون اللي هيقننوا ما قاله اساطير الاداره الكرويه بقى، مش اساطير الكره وبس، الكره وبس لا، وقاعد جنبيهم بتوع تقنين فكره الحكم الكارت الاحمر يبقى ازاي عشان ما يبقاش متعجل، لانه الثلاثه مع التسعه كذا، بقيت البورد المحترفون في الارض والملاعب. ما انا بقول لحضرتك اهو، والجناين وقس على ذلك قصدي، حتى في الاقتراحات الملاعب لازم تكون ملاعب مضاءه وفيها اضواء كاشفه، ولازم تكون في العاصمه عشان تعلي قيمه القيمه التسويقيه لدوري ابطال افريقيا، وان ازاي حتى النادي الاهلي لما كان بيسافر في ماتشات كتير بيروح لاماكن نائيه، قال لك ده بالنسبه للاتحاد الافريقي لما بتيجي تذيع هذه المباريات بشكل هذه الملاعب انت كده بتقلل من قيمه الملاعب وبتقلل من قيمه البطوله. فبالتالي كل هذه الاقتراحات اللي اتقالت في الاجتماع اتنفذت على ارض الواقع وبقت خلاص قرارات رسميه. طب ما انت رحت على الكلام اللي انا قلته اهو، بنكمل بعض. ايه هو بقى؟ لا ايه هو؟ لا بالعكس، مش قصدي توارد افكار، بالعكس انت الان ستتفائل. ليه؟ لانه لما استدعي الملاك الحقيقيون، أيوة، ورمزيتها محمود الخطيب، رضخ اللي بيديروا المسابقه لاتحاد الملاك، فعملوا لهم افضل نظام يخليها صناعه حقيقيه مربحه مشبعه مفرحه، سميها زي ما انت عايز. ومن ثم ربما، ما هو النادي الاهلي اللي ما تقوليش راح يتحرك سوا افريقيا ومش هيتحرك مع لجنه المسابقات والمدير التنفيذي والجبلايه ازاي؟ انا بعقد مقارنه، لان انا هنا، لا انا رايح معاك. وبالتالي المؤكد انه ينتظر، بس مش المره دي توجيه الدعوه، لانه هنا ملوش شركاء كتير، ده هنا هو عصب الموضوع، هو وجدول البريمير او الايجيبشن ليج وباقي الدرجات. هو هينتظر اطلاق الاسماء حتى يذهب مطالبا بالحاجات، وبالتالي اما بقى اللي جم يكونوا ناويين يطبقوا الورقه دي، وبالتالي لديهم اللجان اللي هتعمل احسن ملعب واحسن انذارات واحسن حركات واحسن تباشيرات واحسن كاميرات، والا يبقى الناس اللي جت دي نقول لهم بدري مش عايزينكم، تمام، مش قابلينكم، تمام. هي كانت مقارنه صغيره وجايه في وقتها، دي رائعه، جايه في وقتها، لان احنا بنشوف اهو الكره في افريقيا ازاي بتتطور، والاتحاد الافريقي لما حب يعمل تطوير لمسابقاته كان في دعوه لرمز كبير ونادي كبير كان نادي الاهلي، لكن هنا في مصر فجاه بيجي لك لائحه شؤون لاعبين ما تعرفش اصلا مين اللي طلعها، لائحه مسابقات بتتعمل من غير ما تعرف مين اللي كتبها ولا مين اللي عملها، وبتقعد تطالب. يعني الاهلي كان طالب تطبيق تقنيه الفار في الموسم الجديد، في الاجتماع الاخير او في البيان الاخير كان طلع من الاتحاد قال لك اصل الفار هيبقى تكلفه كبيره جدا فالانديه هي اللي تساهم. طب ما ده عكس الكلام اللي اتقال قبل كده، طب ما في ميزانيه للاتحاد اكيد هتصرف على ده. لا وفي ارباح، ما هي ميزانيه الاتحاد دي بقى، هو ده الكلام اللي انا داخل جاي لك. ما تعرفش تمسك الكلمه منهم فين؟ لا مفيش، بعد كده مش حاجه اسمها كلام، بعد كده فيها افعال لا اقوال، ربنا يدي الصحه للزعيم، شعرنا افعال لا اقوال. بمعنى ايه؟ بمعنى حضرتك انه لن يكون هناك شيء اسمه حد يصحى الصبح يكلمنا، عايزين كلام من اللجان. على فكره لجان محترفه. الله، ايوه يا عم، حضرتك مين عشان تقول لي الفار يجي ولا لا؟ حضرتك يعني ايه الانديه تساهم؟ انت مين وانت بتقول كده ليه؟ الانديه تساهم، ما الانديه عشان تساهم لازم يبقى عندها دخل، عشان يبقى عندها دخل ادوها مسابقاتها هي اللي تبيعها، ادوها جمهور تدخله فتبيع تذاكر. اوعى حد يبيع تيشيرت مضروب الا لو كان بيبيع زي الاوتلت اللي هو نسخه مقلده معترف بيها، عشان لو اي حد تاني تعملوا لي شرطه ماسك الفانيلات وشركه ماسك الاعلام المزوره. ما هي يا عم الموضوع كبير، ما اعتقدش الانديه ستترك الامر هذه المره او تترك رقابها ورؤوس اموالها في يد حفنه عايزه الوجاهه وفقط. تمام، طيب
ده جزئيه اتحاد الكوره. وبالمناسبه جت سيره الاتحاد الافريقي والربط اللي احنا عملناه في هذا ما انا بقول لك تاني ما تقوليش ان النادي الاهلي الذي لبى الدعوه وقدم جديدا سيصمت حين يكتمل النموذج بتاع تسيير الاعمال. خلي بالك برضو هذا ليس اتحاد نهائي. لا 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 ده تسيير اعمال اللجنه دي تسيير أيوة اعمال لغايه اولمبياد طوكيو. ايوه لكن ما اعتقدش الانديه ممكن تتفاوض على التقليل ما هو حقيقي او تقليل ما تحتاجه ليصبح شكل الاداء زي اداء البطولات الافريقيه اللي هي هتشارك فيها على الاقل المتاهلين. وبالتالي اصلا جزء من تحديث الكاف هو اللجنة التي أرسلها الاتحاد الدولي. تمام. ليه؟ لأنه قيل كلام كثير عن بيعات فاسدة عن كذا عن ماذا، وبرضو الدولة المصرية أول من كان قد أشار عليها. وبالتالي هو برضو أنت تقدر تكلم الفيفا كدولة على فكرة. أكيد طبعا. وتقول لها اللي أنا بقوله لك، هم هنا سيادتك يا فندم مش عايزين يعملوا لنا زي ده. كل شوية يقولوا لنا كلام غير ده، ودي أمارة خليهم يترجموا ورقة من عندكم سيادتك وإحنا موافقين عليها. سهلة. أيوة أنا عنوان معروف يا سيدي الفاضل. احتراف الشخصيات اللي بتديه أو هواية. الشخصيات مقنعة محترفة بسيفيات مش بالثقة وفقط. يا ريت يا ريت أهل الثقة يبقوا هم أهل الكفاءة. يا ريت في حد أحلى من كده. لا طبعا. لكن لا شأن للثقة بالكفاءة، ده موضوع وده موضوع. طيب قبل ما أخش على النادي الأهلي لأن ده جزء برضه مهم نختم بيه حوارنا معاك يا أستاذ عصام، لكن عايز أروح لجزئية إحنا مقبلين على تصفيات كأس العالم. والفترة الأخيرة في خطابات بتيجي من الاتحاد الدولي للاتحادات الأهلية بخصوص تصفيات كأس العالم. في كلام على إن تصفيات كأس العالم القادمة 2022 و2026 حق التسويق هيكون للاتحاد الدولي فيفا بنفسه. مع توزيع عائد البث على كل الاتحادات الأهلية بعد ما الاتحاد الدولي يسوق التصفيات من خلاله. تعليق على هذه الجزئية، وده بيغير نظام التسويق وإذاعة مباراة تصفيات كأس العالم في إفريقيا عكس البطولات السابقة. مش عارف هل أنا أعتقد أنه في مرات كان في تسويق جماعي برضه. هو الأول بيديك الحق الفردي، بس كان بيقول لك الحق الفردي ولو قتلت تعالالي وانت لو ما عرفتش تعالى نسوق جماعي. المرة دي لا. إذن الموجود الآن هو جديد بالنسبة للاتحاد الدولي. وبالتالي الاتحاد الدولي لن يقدم شيء ضد رغبات أعضائه. يعني أعتقد أن المشروع متكامل. يعني هيقدموا مشروع أنت وحدك لا تستطيع أن تربح أكثر. هنا بقى الخبرة، هنا بقى الاحتراف. الناس ممكن تكون بتدير بسطوة لأنه الفيفا دي دولة عظمى، أمم متحدة كروية، لكن لازم يخليك يقولك غلو بحماره. يعني إيه؟ يعني حين تجد أن عطاء البث أو مدخولك من البث وإذا كان هناك أشياء أخرى للتسويق الجماعي جنيه، لكن هو مقدم لك 3 جنيه. لازم هتروح صوب الجماعية لأنه مش هيغامر ويخسر أصواته. خلي بالك ده جزء مهم. بس هي جزء اختياري ولا جزء إجباري؟ ما لدينا الآن أنه إجباري. ده المعلومة اللي عندنا هي إجباري. اللهم إلا ظهر جديد، ألا وهو أن تطالب بلد ما أن لدي زبون ما يستطيع أن يشتري بأغلى، وهتحصل بقى هذه الطريقة من المناوشات. تمام. لكن لا أعتقد. ليه؟ لأنه في الآخر في ضوابط ولوائح. الاتحاد الدولي حين أعلن هذا أكيد كانت هناك يعني اجتماعات بين الاتحادات القارية قبل الأهلية وبالتالي ممثلي المناطق، يعني لأن بعض الناس أو الأغلب الأعم من جماهير الكرة بيتصور أن أي مواطن كانت جنسيته غاني مصري جزائري تونسي عضو في الكاف أو الفيفا هو عضو عن بلاده. لا لا لا, لا. هو عضو عن زون عن منطقة أفريقية جغرافية كاملة يعني. وبالتالي بتحصل هذه الاجتماعات للخروج برؤية عامة عشان ما فيش دول تفلت، لأنه يبقى شكله وحش قوي لو قدم مشروع الأرقام فيه أعلى مما سيتقدمه اللي بيتحدث باعتباره رب البيت الفيفا. أنا بس اللي مش مطمني إن هو ما اتكلمش عن 2022، لا ده كمان رايح لكأس العالم 2026، فالاتحاد الدولي بيتكلم على تصفيات. ما هو خلي بالك، هو خلي بالك، هو هنا تقدر تتفهمها بلغة السوق، يعني بلغة السوق الكروي كما عهدناه مش باعتباري خبير، ألا وهو دايما يكون الرد إيه؟ عشان تبيع بيعة أغلى فلازم تبقى طويلة، تبقى مدة أطول. بيتخللها ربما
بعض التحسينات، بعض يعني بعض ما هو غير الرقم المعلن يعني، وبالتالي ما بيقدرش يفلفص منه اتحاد، لانه لابد ما هماش حمقى يعني انه يجيب لك رقم يخليك ما انتش قادر تجيب احسن منه. ثم اكيد سيتعامل مع يعني الشركات المالتي انترناشونال او الشركات الحيتان الكبرى يعني. اكيد، بس احنا ايه بنور اللمبه الخضراء مش اللمبه الخضراء. رائع عن الملف ده من دلوقتي، لان المفروض لا ده دورنا كمان للجمهور ان يعي ايه اللي بيحصل، ايه اللي جاي حواليه. ايه اللي جاي، لان كمان اتحاد الكره المفروض لما يجي له جواب زي ده اعتقد المفروض كان يطلعه للاعلام وكان يتكلم على الموضوع ده العميد ثروت سويلم، مش يتكلم بس ويدلي بشرح وافي. ما للاسف المعلومه اللي احنا عايزينه بقى في اللي جاي بالمناسبه المعلومه، مش بس كده، وأن يكون في وجود رئيس الاتحاد حين يكون هناك اتحاد كامل الأوصاف بعد كذا. أما الآن فالسيد الذي يدير وهو اللواء ثروت سويلم يبقى قاعد كده، لكن جنبه اللي بيرده كل في مجاله. أول أنت بتقول الكهرباء تلاقيه بيقول له اتفضل، أول أنت ما نتكلم أنا وأنت مع فكرة اشرح لنا بقى هنبيع إزاي يقول لك الأستاذ بتاع اللجنة المالية والتسويق اتفضل، لكن هو موجود علشان تحدث هذه المناقشات وتخرج منها كل الإجابات. طيب هنتكلم عن الأهلي، وده جزء مهم جدا بالنسبة لنا طبعا وبالنسبة لجمهور النادي الأهلي. عندنا مباراة مهمة جدا مع بيراميدز يوم السبت إن شاء الله في الكاس. إن شاء الله بنستأنف مباراة الكاس بعد توقف طويل الفترة السابقة نتيجة الأحداث الاستثنائية اللي حصلت في الموسم الاستثنائي بشكل عام، لكن بالمعطيات الجديدة والمباراة بدون جمهور برضو دي جزئية أنا عايز ألمس عليها. وإحنا بنختم مباراة الكاس والجمهور زعلان أو الجمهور متضايق إن بعد كاس الأمم وبنرجع نكمل مسابقتنا المحلية لسه المباراة بدون جمهور يا أستاذ عصام، تعليقك على هذه الجزئية وتعليقك على مباراة الأهلي وبيراميدز بقيمتها لأن هي مباراة بالتأكيد هتكون كبيرة ومباراة فنية عالية. شوف يعني فكرة بدون جمهور ما حدث يعني في محاولات لفكرة كسر إرادة وفرحة المصريين، لأنه خلال البطولة الحقيقة يعني أكيد خفافيش الظلام كان نفسها تعمل حاجة حينما كان العالم كله، وأنا بقول لك العالم كله مش أفريقيا بس، موجود في مصر في المونديال كان 2019، والواحد بيقولها بكل فرحة يعني أكيد وفخر. فحين لم تفلح النوايا السوداء حاولوا هنا وهناك، لكن ربنا أكيد شال للبلد دي حاجة كويسة. وبالتالي إذا كانت القصة هي تأمين المواطن، لأنه الحقيقة في الأغلب العام الآن تشعر أن المواطن بيتعامل بخوف عليه عكس الأول الخوف على الأمن بس، على شكل الدولة بس، على الحكومة تبقاش فاشلة بس، لا الآن الكلام حول تأمين المواطن نفسه الآدمي المصري ده. وبقينا نشوف اهو السفارات بتتحرك على واحد حد زعله في بلد أجنبي أو عربي يعني خارج الديار يعني. وبالتالي إذا كان هذا الأمر يتعلق بذاك فبالتالي علينا تحمل شوي، لكن ايضا على الانديه بقى، وانا بقول اهو الانديه ان تقدم مشروعات للتامين، ان تقدم ما يمكن ان يكون وثيقه تامين. وثيقه تامين بقى مش على الحياه لما اموت الدهالي، لا وثيقه تاميني بشركات زي ما بنقول على اتحاد الكره استاذ محمد عشان نبقى امناء. ايضا نريد ان نسمع عن شركات الامن اللي بتعمل استثمارات دي مش جايه هديه. يقول لك امبارح كان في 8 منهم في ماتش ليفربول وتشيلسي بتوع شركة كذا، صح ولا أنا غلطان؟ مظبوط، بيحضروا عشان يشوفوا ياخدوا طبعاً أحدث حاجة. وعندنا مهندسين راح عشان يشوفوا البتاع اللي بيعمل الزنانات اللي بتبين الحركات، كانوا في 5 مهندسين حضرتك، والراجل بتاع الرأي خد 4 معاه وعم حسن الجنايني. من غير كده ما تكلمنيش عن تطوير. وبالتالي هذا ما ننتظره، إن احنا نروح على السكة دي اللي هي سكة إنه تقدم الأندية مشروع يساهم في أنه ما يبقاش فيه تأمين لمباريات الكرة وكأنك ترسل يعني كرة لهب تلقيها في حضن الأمن والجيش المصري. لا يا جماعة لا، هذه الصناعة في كل العالم حمايتها يا أخي بالفلوس لمن لا يعرف. أكيد صح، الشرطة في كل العالم تتقاضى أجور عن مساهمتها في حماية المباريات. ده بجد مش هزار. مظبوط، ما هياش مرتبات للعاملين وقت الماتش أو وقت البطولة، لكنها تتقاضى ما يمكن أن يكون رسوم مثلا. وبالتالي أهلا بكل ما هو احترام خاصة في هذه الأجزاء الوطنية. طيب الماتش بقى سريعا،
عشان ده اخر سؤال. الماتش فنيا ولا الماتش ازاي بشكل عام؟ تتوقع ان المباراه فنيا تكون كبيره فيها اهداف كتير، ولا المباراه جايه في بدايه موسم؟ يمكن بيراميدز لعب مباراه والاهلي لعب مباراه في افريقيا. صحيح. لا الماتش طبعا ماتش ثقيل، فرقه يعني انا كنت اقول الفريق الغني على فريق بيراميدز، ربما ذهب منه كينو، وكينو كان حاله لوحده يعني، مش لانه يعني مارادوني الهوى مثلا او حتى، بس كان لعيب ليه لمسه مختلفه شويه. ايوه يعني كان لانه قماشه غاليه شويه على الدوري المصري ولجنسيته، مش كمان لانه برازيلي كمان، والبرازيليين في كل المستويات يعني نجوم يعني. كان عامل حاله هجوميه ثقيله على اي دفاع الحقيقه. تمام. انما استبدل الشكل ده باداء شكله هيبقى جماعي، لان جابوا الراجل دي صابر وهو قدم نفسه كثيرا، ودي مهمه في تاريخ المدراء الفنيين، ان تقدم نفسك في عمل والثاني وتنجح، زي المخرج كده لما ينجح له فيلمين ثلاثه تقول ده هيبقى مخرج الروائح. ومن ثم ده اللي يخلي حسابات النادي الاهلي، هو النادي الاهلي على فكره عموما دائم اللعب مش بنظام القطع، يعني الاهلي المؤسسه فنيا واداريا قبلها دايما كل الماتشات عنده هي هي، من منافسه العتيد الزمالك للبلاستيك زمان والطيبين واهالينا واسكو. وبالتالي هنا بقى مربط الفرس، الاهلي يستعد لكل مباريات على نفس الشاكله، ولكن الفريق الغني تحول لفريق منظم هذه المرة، والأهلي أيضا أضاف كثيرا وعدل أكثر كمان من الإضافات، وقدم للسيد لاسارتي ما لا يقدم لكبار نجوم التدريب في العالم الحقيقة، يعني لما يبقى كمان بيدرب الفريق الأهم والأكبر في المسابقة اللي هو شغال فيها. أكيد. ولكن برضو استحملني فيها، الناس عندها همهمات مكتومة، التطوير مش بحجم الحكاية، التطوير بقى في الأداء الفني الخططي في الملعب، مش بحجم النجوم دول، المتفرج الأحمر حاسس إنه اللعيبة دي ممكن يطلع منها أكثر من كده، لكن السيد لاسارتي بيستمتع بمميزات حمراء فاخرة، ألا وهي لا تدخل، لا يوجد من يسأل من يلعب ومن لا يلعب، هذا هو تاريخ النادي الأهلي المؤسسي المحترف، وبالتالي هو حر بقى هو وشأنه، لكن لاعيبة الأهلي لوحدها تستطيع فك طلاسم أي مباراة، وهي مباراة ثأرية، ومحدش يقول احنا هننسى الكرة، ما فيهاش هننسى، هي مباراة ثأرية بالنسبة للاعيبة، هي مباراة فيها نوع من إرضاء جماهيرهم اللي دايما متعشمه في لعبتها انها تبسطها وتفرحها وتاكد لها معاني كتير، في الاخر هي مباراه تستحق المشاهده، وبالكلام الكبير هتبقى على رؤيه شطرنج او على نجيل ساخن جدا. وهنشوف مين الحكم اللي هيدير هذه المباراه، اذا كان حكم مصري، بس اكيد حكم مصري ده صعب اكيد. احنا بص في اللي جاي أكيد. لازم نشوف كل حاجه زي ما احنا عايزين، أكيد. زي ما اللي عايز يبثلنا على موجه اخرى عايز يبث عليها، سنقطع كل هذه الموجات. الوقت جري معاك بسرعه، ربنا يخليك نجري وراه. دايما بتنورنا وتشرفنا، وموجود دايما معايا، وببقى سعيد جدا بالحوار معاك يا استاذ عصام، والوقت بيجري معاك بسرعه، لكن قدر الامكان بنلقي الضوء على امور عديده في الوسط بتبقى محتاجه معلومات وكواليس الجمهور يسمعها ويحب يعرفها. هو الكلام مش بالكيلو برضه، اما نقول كلام يعني معقول وخفافي، ما بقاش ضيوف تقال على الناس يعني. لا دايما منورنا وشرفنا يا ريس، الله يخليك. دي كانت فقره مهمه جدا مع الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل الكابتن حسين شكري واطلاله فنيه بقى على مباراه الاهلي وبيراميدز، وبالتاكيد ان شاء الله نتمنى التوفيق فيها يا رب ان شاء الله للنادي الاهلي. بعد الفاصل الكابتن حسين شكري ضيفا على برنامج الاهلي الليله. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الاخيره من برنامج الاهلي ليله في ختام هذا الاسبوع، واللي بيشرفني فيها الكابتن حسين شكري مدير فني طبعا لفريق النادي الاهلي مواليد 2010. شغل الاكاديميات وقطاع الناشئين بالتاكيد شغل مهم جدا بالنسبه للمرحله القادمه. كابتن حسين منورنا ومشرفنا، وكل سنه وانت طيب. بنتكلم خلاص بقى في الساعات الاخيره من عيد الاضحى، لكن كل سنه وانت طيب، ويا رب كده في افضل صحه وحياه. حضرتك طيب، واسره البرنامج والامه الاسلاميه كلها بخير. طيب تحب الاول نبدا من مباراه الاهلي وبيراميدز، ولا نتكلم شويه عن قطاع الناشئين وشغل البراعم مواليد 2010؟ اللي حضرتك عايزه. طيب نبدا بمواليد 2010.
لان هنختم على جزء مباراه الاهلي وبيراميدز، لكن الشغل مع قطاعات الناشئين وفرق البراعم في النادي الاهلي بتتعاملوا معها ازاي، سواء نفسيا او فنيا او حتى بدنيا؟ بص، هو احنا التعامل مع الولاد الصغيره بيبقى فيه يعني خصوصيه شويه، لان انت ما بتعلمش الولد برضو كوره بس، يعني انت بتعلم حاجات كتيره جدا جنب الكوره. بتعرف الولد كويس جدا قيمه المكان اللي هو فيه، ده شيء برضو مهم جدا. الموضوع بتاع الدراسه طبعا لازم ان هو لازم زي ما هو يكون متفوق رياضيا لازم يكون متفوق برضو في موضوع الدراسه. ففي حاجات انت بتعملها بقى، كل مدرب طبعا ليه اسلوبه في الشغل مع الولاد الصغيرين في الجزئيه اللي هي بتاعه الموضوع، كمان بالاخص الدراسه. يعني انت انا واحد من الناس بحاول ان انا على قد ما اقدر ان الولاد بكلمهم ان كل شهر هم ليهم تقييم تقريبا في المدارس والكلام ده كله. انا بطلب التقرير دوت، يعني اما بتجيني الشهاده اما الولد بيقول يعني هو جاب كام في الميه. بتتعرف على مستوى الدراسي طبعا ولو قلت وحاطين بيننا وبين بعض يعني تحت 95% بكل بقى 1% بيوم غياب من الـ او حرمان ممكن يبقى من التدريب. بحيث ان انت لو فاتك جزء من التقييم بتاعك بتاع الشهري بتاع الدراسه ممكن تتحرم من التدريب. دي بتبقى انا بشوفها بتبقى اقصى حاجه للولد، ان انت بتبقى الامور صعبه عليه ان انت تحرمه من الحاجه اللي هو بيحبها. فانت عشان تاخد منه، طبعا دول ولاد صغيرين مش هتقدر تقول له ان انا اخصم منك او اوقفك او الكلام ده كله، يعني بتبقى الامور صعبه شويه. بس انت دايما لازم تربط القصه بتاعه الدراسه بالتدريب. التفوق الدراسي مهم جدا جدا جدا، وبيسهل عليك كمان التفوق الدراسي ان انت في الشغل الفني مع اللعيبه بتبقى الامور اسهل، بيبقى الولد ذهنه حاضر. حتى لو حبيت ان انت تعمل تمرينه مثلا، انا شغلي دايما من التدريبات اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى مش عايز اقول فيها درجه صعوبه او حاجه، فيها درجه فكر. لازم ان الولد يلعب كوره وهو بيفكر، لازم. ده شيء يعني شيء انا بشوفه شيء طبيعي في الكوره، ان انت لو مش هتلعب وتفكر يعني انت ما عندكش استعداد ان انت تبدع، ما عندكش استعداد ان انت تتطور. فالجزء اللي هو المهم جدا الجزء الذهني ده، وانت بتشتغل مع الولد في شغل فني لازم يبقى انت عارف ان انت الشغل دوت الفني دوت لازم يبقى مربوط بشغل الذهني، لان هو الشغل الخططي بتاعهم بيبقى قليل جدا، لان هم تبقى المساحات بتاعه اللعب مش كبيره والكلام ده كله. مرحله التعليم صغيره الولد عنده 9 سنين. فانت بتشتغل على الموضوع الذهني، كل ما انت بتشتغل على الموضوع الذهني مع الولد كل ما هيكبر في السن كل ما هتلاقي دماغه شغاله، كل ما هتلاقي دماغه حاضره معاك في الاستيعاب، كل ما هتلاقي التطور بتاع الولد سريع. واخد بقى حضرتك ازاي؟ فده مهم جدا جدا ان انت وانت بتشتغل الجزء الفني مع الولد لازم الجزء الذهني دوت مهم جدا للولد. طيب الولد عنده 9 سنين يعني سنه لسه صغير، وبالعكس ده ممكن الاكاديميه كمان بتاخد من اول ما عنده 4 سنين و5 سنين. بالظبط. ايه اللمسه الفنيه اللي بتشوفها فيه عشان تقول ده ممكن يكون لعيب كوره؟ ولا انت بتعلمه كوره القدم من اول ما بيبقى لسه بيبدا الباص، او بتبدا معاه ازاي؟ انا برضو عايز المشاهد يعرف اللي حضرتك بتقول عليه دوت اللي هو ان انت تعلمه الباص والكلام ده كله، بيبقى مثلا ممكن يبقى شغل اكاديمي شويه. احنا بيجي لنا بيبقى الولاد افضل سنه اللي هم بيبقوا في القطاع بيبقوا افضل سنه من الاكاديميه. انا اشتغلت على فكره في الاكاديميه، اشتغلت الجزء اللي حضرتك بتقول عليه دوت، ان انت بيجي لك ولاد لسه ممكن يكون واحد اول مره يمارس كوره او ينزل ان هو يلعب كوره او حابب ان هو يلعب كوره. انت عارف الولد بيبقى مثلا قاعد في البيت دلوقتي، غير احنا زمان كنا مثلا ممكن نلعب في الشارع نلعب في المدرسه الكلام ده كله. مفيش مساحات دلوقتي، المساحات دي مش موجوده. فبدا اولياء الامور بيتجهوا لموضوع الاكاديميات، واكاديميه النادي الاهلي الحمد لله اكاديميه كبيره يعني. فاشتغلت مع الجزئيه دي مع ولد اول مره يتعامل مع الكوره، فبتبقى الشغل برضو بيبقى لحسابات معينه في اللمسه ازاي، ان انت بتوجه الولد وش رجله ازاي، حاجات بقى بتبقى تفاصيل صغيره قوي قوي قوي، بس مهمه بعد كده طبعا. انت بتعلمه لان بيطلع من عندنا من الولاد بعد كده من الاكاديميه بيطلع عندنا ولاد في القطاع. فهي العمليه عمليه الـ نوعيه الشغل اللي انت بتديه للولد ايه، ان هو يستوعبه كويس. واخد بقى حضرتك ازاي؟ وفي نفس الوقت في ولد بيتطور بسرعه. طيب في 2010 بقى كده معاه ازاي؟ الولاد عندنا ما شاء الله، احنا عندنا ولاد مميزين. الموهبه بقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو بيجي لك بقى القطاع دوت بيبقى موهوب من عند ربنا سبحانه وتعالى. بتختار طبعا، انت بتشوف الولاد اللي موجوده عندك ديت الجزء المهاري بتاعه عامل ازاي، التكوين الجسماني بيبقى عامل ازاي. طبعا كل مدرب بيبقى ليه وجهه نظر في الولد الصغير دوت. وفي حاجه تانية برضو، ان انت وانت بتبص للولاد الصغيرين دول
في جزئيه مهمه جدا ان انت لازم تبص لها، ان الولد ده بعد شويه هيروح فين. دي بقى اللي هي معلش مش عايز برضو ضخم الموضوع بالنسبه لنا، او السنس بتاع المدرب بتاع المدرب او الحرفيه بتاعه المدرب، ان انت بتعرف الولد دوت هيروح فين سكته بعد شويه. بعد شويه هيروح فين. في ولد بيبقى الامور بالنسبه له لسه، مثلا ولد عنده سرعات يعني ربنا خلقه مثلا سريع شويه، بس الحته اللي هي بتاعه الكنترول بتاعه على الكوره او الكلام ده كله بتبقى الامور لسه شويه، مش بعيده طبعا يعني، بتبقى لسه شويه. فانت بتحاول ان انت مش هتشتغل مع ولد زي دوت على سرعات لسه، هم صغيرين في السن، فبتحاول ان انت السرعات دي هو يستفاد بيها ازاي، ان هو يقدر يتحكم في الكوره، الكنترول بتاعه بيبقى مظبوط ازاي في اماكن معينه في الملعب. انت بتديله هنا انا المفروض اعمل ايه، المفروض هنا بعمل ايه، المواقف اللي هي بتاعه الملعب اللي هو بيلعب فيه، او اللي هتيجي مثلا ساعه المنافسه، ساعه المباريات اللي هي بتاع المهرجانات بتاعه البراعم ديت، كل مكان في الملعب بتجيلك فيه الكوره انت بتشتغل عليه، الموقف هنا التصرف بيبقى ازاي، بتديله مثلا حل واثنين وثلاثه واربعه وممكن 10. وفي الاخر خالص بعد ما بتخلص الكلام ده كله انت بتيجي بتقول له ايه، انت صاحب القرار. لازم يبقى هو عنده شخصيه بتنمي فيه موضوع الشخصيه بالظبط. انا بديك الحلول وبديك كل حاجه، بس في الاخر مين صاحب القرار؟ انت مش انا. طيب اللاعب اللي بيكون متردد دايما قدام المرمى ده نتيجه شغل زمان لما كان لسه ناشئ، ولا ده بيبقى سببه ايه؟ لا، ممكن ولد يبقى هو بيتوتر يعني، السمات الشخصيه بتاعت الولد نفسه ان هو ساعه لما يجي قدام المرمى مثلا ممكن يبقى عنده حته توتر وفضلت معاه يبقى عنده حته تسرع. فانت لازم دي برضو ان انت بتشتغل عليها. انت معلش برضو وانت مدرب لازم بتبقى انا واحد من الناس اللي بتشتغل على التفاصيل بتاعه الدفوهات الصغيره اللي في هو بيخاف، هو خايف يضيع، هو نفسيا اتكلم معاه، وبعد نفسيا ما بتتكلم معاه تشتغل في الملعب، تشتغل معاه في الملعب بالظبط كده. السن الصغير ده بيتوظف في مراكز جوه الملعب ولا بتبقى لسه؟ بيبقى يعني بنسبه كبيره، لان انت ممكن الولد بتبقى عنده المرونه في الاماكن دي بتبقى سهله شويه. ان انت ممكن تجيب واحد من القلب تروح توديه ناحيه اليمين، او واحد من قدام تحطه ورا، هم ما شاء الله بيبقى عندهم المرونه والكلام دوت والسرعات والكلام ده كله يعني، ما بتحرك فيهم زي ما انت عايز، ما فيش ما بيبقاش فيها مشكله كبيره يعني. لكن في واحد بيبقى فارض نفسه ده مساك او ده بتبقى بنسب كبيره. في ولد مثلا بيبقى مثلا تكوينه الجسماني يعني قوي او كبير ما شاء الله بيبقى فده يعني يا اما هيبقى فيرويد يا اما هيبقى راجل مثلا مدافع مساك. فما بتبقاش الحته دي بتبقى ما بتحاولش ان انت توديه على الاطراف، واخد حضرتك ازاي؟ برضو موضوع التوظيف دوت في الستايل بتاع الولد نفسه او القدرات بتاعه الولد نفسه، انت برضو بتبص للقصه ديت ان انت الانسب ليه ايه. وفي ولد بيبقى مميز في حته ان هو ممكن يبقى في اكتر من مركز بيبقى شاطر. يعني ممكن تنقله من مثلا نص الملعب توديه فيرويد، ده مطلوب ده على طول. وفي نفس الوقت انت بتبقى باصص كمان بعد كده ان بعد ما الملعب هيوسع وبعد ما العدد هيكبر عدد اللعيبه نفسها هيكبر، بتبقى انت عارف هو هيروح فين في المكان اللي هو هيروح فيه. يعني مثلا هيبقى على طرف الملعب مثلا ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، او مثلا في واحد مثلا دلوقتي باك ليفت، احنا مع يعني العدد بيبقى قليل في كم عدد اللعيبه يا كابتن حسين؟ طيب بيبقى في السن ده وانت بتلعب معاهم في الملعب، هو طبعا بيلعبوا مهرجانات ما بيخشوش مسابقات رسميه اللي هو لا بيلعبوا مهرجانات اللي هي الناشئين دي، خمسه وجون خمسه لعيبه وجون بس هو في حاجه برضو منطقه القاهره عاملاها، ان هو المجموعه الاولانيه الخمسه وجون والمجموعه الثانيه، واحنا بنلعب ثلاث اشواط، المجموعه الاولانيه منفصله لوحدها والشوط الثاني مجموعه ثانيه غيرها، والمجموعه الثالثه ميكس. يعني 3 في 6 بيبقى 18 لعيب معاك، ممكن تلعب 18 لكن لازم تغيره، بس المجموعه الاولانيه والمجموعه الثانيه لازم يتغيروا، ودي حاجه كويسه. وانا بتمنى كمان ان هي تبقى اكتر من كده، يعني الثلاث فترات او ممكن يبقوا اربع فترات يبقوا مختلفين. مده كل شوط ربع ساعه. ربع ساعه كافيه؟ لا طبعا مش كافيه، محتاجه مساحه اطول ولا بدنيا بيبقى الولد مش لا 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 بيشتغل، اصلا انت بتشتغل في التمرين، ممكن تشتغل في التمرين ازيد من ساعه او ساعه ونص. بس هي خلي بال حضرتك معلش ان الشغل بتاع الولاد الصغيرين ما فيهوش العنصر البدني، يعني ما فيهوش الحته بتاعت القوه او التمرين يبقى عنيف او الشده بتاعت التمرين تبقى كبيره، يعني ما فيش الكلام ده كله. هو يعني مش عايز اقول نسبه برضو مش اكتر من 70% بيبقى الشغل المهاري والذهني والكلام ده كله، ما بيبقاش في حاجه بدنيه. يعني انت ما بتجيبش مثلا الولاد الصغيرين دول تقول لهم لفوا حوالين الملعب مثلا او تعمل ضغط او لسه العامل السن مختلف. طبعا لسه شغل القطاع الناشئين كل ده بيطلع مع السن، كل ما بيكبر في السن كل ما بيبقى الجرعه في التدريبيه او القوه والكلام ده كله مع السن وانت طالع.
بتعتمد في فرقتك على مواهب كتير ولا ممكن يكون عنصر او اتنين بس الموهوبين والباقيين زي ما يكون كذا ترس في المكنه ممكن يتحرك؟ يعني الموهبه، انا بالنسبه لي الموهبه الاول، بعد كده العنصر اللي هو القوي او البدني دوت. لا انا اقصد الموهبه اللي هو اللاعب المهاري. بالظبط، هو ده انا اول حاجه ببص عليها، هو ده الجزء ده الاهم. يعني انت ممكن يبقى معاك الفرقه كلها لعيبه مهاريه بتعرف ترقص وتتحرك. انا ما عنديش مشكله. ده افضل واحسن. لان ده بعد كده زي ما بقول لحضرتك، بعد كده لما هيكبر سهل جدا ان انت تجيب له العنصر البدني، القوه والكلام ده كله ممكن تجيبها سهل. انما العكس لا، لو انت خدت العنصر اللي هو القوي، لو اعتمدت اعتماد كامل على العنصر اللي هو القوي بس وما خدتش العنصر المهاري، هتبقى لما هيجي يكبر القوه هتتساوى. يعني لما بتيجي مرحله النمو والبلوغ ديت 16 17 سنه خلاص القوه قريبه من بعضها. بالظبط. فالعنصر بقى اللي هيفرق بيني وبين القوي اللي زي دوت، العنصر مين اللي بيعرف يستلم، مين اللي بيعرف يسلم، مين اللي بيعرف يتحرك، مين اللي عنده مهاره افضل في الحلول الفرديه، الكلام ده كله ده مهم جدا. طيب اخر سؤال في الجزئيه دي، ليه دايما بحس ان الاولاد الصغيرين في السن ده لما بيسافروا حتى في مباريات خارجيه في دول الخليج او في اوروبا وبيلعبوا مع فرق اسامي كبيره بس بنفس المرحله السنيه، الريال، برشلونه، مانشستر، بيتفوقوا وبيكسبوا بسكور كمان، مش بيتفوقوا بس بمكسب عادي، لا ده بسكور. لك او 19 سنه بتلاقي الكيرف نزل خالص وهناك الكيرف علي مره واحده، ايه اللي بيحصل؟ احنا ربنا حمينا بالقصه بتاعت المواهب ديت، عندنا احنا افضل من اوروبا. يعني الجزء المهاري عندنا احنا بالنسبه لنا احنا زي الجزء اللي هو بتاع امريكا الجنوبيه اللي هو البرازيل والارجنتين والكلام ده كله، دول عندهم العنصر بالظبط كده، زي ما بنقول على مثلا البرتغال دول مثلا برازيل اوروبا الكلام ده كله. فاحنا عندنا ربنا حمينا بالحته اللي هي بتاعه الموهبه ديت من عند الولاد، ما شاء الله بيبقوا كويسين فيها جدا. صح. الحته الثانيه بقى اللي هي بتاعه ان انت بعد ما بتوصل سنه او 18 سنه وانت طالع. انا السؤال ده نفسي اجد اجابه عليه من زمان. احنا جينا قبل كده اتكلمنا في الموضوع دوت ووقفنا عند هنا ما فيش حلول، ما حدش بيبص ان انت بعد 16 17 سنه احنا بنعطل هنا ليه، احنا متفوقين واحنا صغيرين. انا لحد هنا بنوصل وبنعطل ليه؟ حتى المنتخبات نفسها الناشئين والشباب ما بيوصلوش. بالظبط. الامكانيات والعقليه بتاعه الولد اللي انت بتربيه عليها برضو لازم ليها عنصر كبير جدا. ان انا بربي ولد ان احنا معلش ما لما بتوصل 16 17 سنه، في ناس في انديه كتير أو, او 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 اماكن كتيره بيجي لعيب مثلا هو عنده لعيب كويس فبيديله الحريه، يعني بشوفها ان هي مش مظبوطه في ان هو مثلا بيتدلع في التمرين او ان هو ما بياخدش الامور بجديه او ده جزء برضو. يعني كان زمان، انا هتكلم على ايامنا احنا، ايام كنا صغيرين كان في مواهب كتيره جدا كويسه جدا ويتدلع في التمرين، او مثلا يروح وما يعني التمرين مثلا لو اربع ايام يجي مثلا منهم يومين ويجي على الماتش، ما هو بيجي وبيكسبك. كان في مدربين كده، انا بتكلم بس على فتره قديمه، ما بتكلمش على الفتره اللي هي اللي دلوقتي دي كانت مشكله. هو بيجي لك من البيت بمعنى اصح بيكسبك لان هو متفوق. فده كان جزء يعني بشوفه ان هو انت هو بيكسبك دلوقتي كمدرب او في العمر السني ده، طب انت ما بصيتش لمصلحه الولد بعد كده هوت لما هيجي يكبر، ان هو العنصر البدني او العنصر المهاري او العنصر الذهني بتاعه هيقل. ما هو بيكسبك دلوقتي وبيجيب لك بطوله، انت مدرب ماشي اوكي، طب انت ما بصيت لمصلحتك وما بصيتش لمصلحه الولد ده لما هيكبر. كان لازم ان انت تفهمه ان هو لازم يحترم التمرين، يعني مواعيد التمرين، ان هو يبذل اقصى جهد في التمرين، الكلام ده دي جزئيه برضو من اللي المفروض الناس كتيره اللي بتشتغل في قطاعات الناشئين والكلام ده كله، ان هو قبل ما يبص على نتائج ان انا اعمل مجد لنفسي او انا كمدرب ان انا اعمل مجد لنفسي، انا احترم المكان اللي انا شغال فيه، انا شغال في المكان ده ليه؟ عشان اطلع ولد موهوب او ولد كويس للنادي، لمصلحه النادي، ان هو بعد كده هوت ان هو يقدر يستمر يطلع درجه اولى يروح منتخب الكلام ده كله. ما تبصش لمجد شخصي كمدرب ان انا كسبت كل البطولات في مرحله الناشئين. بالظبط كده. دي 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 يعني في ناس كتيره بتبص لها، وانا بشوف ان هي مش امانه شغل. فكره يعني ان اطلع اثنين ثلاث لعيبه اهم كتير جدا ان انا افوز بالدوري. بالظبط. بالظبط. انا لما حتى الناس اللي هي اللي موجوده المجالس ادارات او الكلام ده كله، انا بتكلم كلام عام طبعا بشكل عام على بتكلم بشكل عام على الناشئين في مصر. الناس اللي موجوده ما تقيمش مدرب، اوعى تقيم مدرب على النتائج في خاصه في الناشئين، قيم مدرب وروح اقعد معاه، اقعد راقبه بمعنى صح من بعيد والكلام ده كله، هو مدى تطور الولد فردي وجماعي الفرقه اللي هو ماسكها دي وصل لحد فين. ده الاهم. انا عندي ولد خدته مثلا هنقول 5/10 6/10، بعد نهايه الموسم او بعد شهرين بعد ثلاثه بعد اربعه ايا كان،
لما تيجي تقيمه في نهايه الموسم انت وصلته لفين؟ لو هو فضل زي ما هو يبقى معلش انت شغلك معاه مش ايجابي، انت شغلك معاه مش صح، يبقى في خلل في الشغل انت كمدرب. مش هقول الولد، انا اول حاجه اقول عليها المدرب. لو الولد ما بينامش كويس او ما بياكلش كويس او الكلام ده كله برضو انا ممكن يعني بنسبه كبيره جدا انت كمدرب انت اللي تشوف دي، انت اللي عارف مستوى الولد دوت ايه، وانت اللي لازم تعرف انا عارف امكانيات الولد اللي معايا ده ايه. لو لقيته ما بيتطورش او 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 في حاجه لازم تيجي وتقعد معاه وتتكلم معاه وتقول له في ايه. يعني في ناس كتيره جدا او في ولاد كتيره جدا بتحصل معاهم القصه ديت، انت تبقى عيدا على الولاد اللي معاك دول كلهم وتبقى امين معاهم كلهم ان انت تجيبهم وتقعد معاه وتقول له في ايه وتعرف في ايه. لازم كمان يعني كنا قلنا قبل كده برضو العلاقه بينك وبين الولد دوت اول حاجه قبل الشغل وقبل التدريب وقبل ايا كان، لازم ان هو انت بتاخده ابن ليك او 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 تتعايش معاه هو اب ليك او الكلام ده كله، لازم يبقى في علاقه بينك وبينه كويسه ولازم يبقى فيها امانه. واخد بال حضرتك ازاي؟ ان الولد الصغير اصدق واحد في مشاعره، هو ولا هيعرف ينافقك ولا هيعرف يضحك عليك ولا هيعرف لا، فلازم العلاقه بينك وبينه تبقى كويسه عشان بعد كده هيتقبل منك كل حاجه. صح، اي حاجه هيتقبلها منك بعد كده زي المدرس في المدرسه بالظبط كده، نفس الفكره او نفس المعنى بالظبط. تمام، فلازم ان العلاقه بينك وبين الولد دوت تبقى انت وانت شغال في الملعب، انت بتشوف زي ما بتشوف العامل الفني ايه، شوف العامل الذهني بتاع الولد ايه، هو مشتت ليه ومش مركز معاك ليه. لازم الكلام ده كله لازم تبقى حريص فيه وانت شغال، لازم تبقى الامانه بتاعت الشغل تقتضي عليك ان انت تاخد بالك من الحاجات دي كلها. طيب امتى الموسم بيبدا وامتى بينتهي؟ وعلى حسب ما بتحدد المنطقه. يعني احنا مثلا احنا لسه في الوقت الحالي اللي احنا فيه دوت، احنا عندنا ان شاء الله يوم السبت والحد والاثنين مواليد 2008 و2010 و2009 على الثلاث ايام متتاليه، اللي هو يوم السبت 2008 التصفيه بتاعه المحافظات، ويوم الحد 2009 ويوم الاثنين 2010. دي التصفيه النهائيه بقى اللي بتاخد فيها افضل العناصر اللي انت اختبرتها. لا دول بعد كده هو انت بتاخد افضل العناصر اللي هي الموجوده اللي هي من التصفيه ديت، وبعد كده بنعمل حاجه اسمها مقارنه مع الفرقه، مع الفرقه اللي هي موجوده، الفرقه الاساسيه بالظبط كده. طب لما بتعمل لها مقارنه مع الفرقه الاساسيه بتبقى الوضع بيبقى الامور بالنسبه أصحاب للي جاي ده صعب جدا طبعا، لان الولد اللي موجود دوت مش عايزين نقول متمرس مؤهل اكتر من اللي جاي من بره. بس انت برضو دي برضو هنقول برضو الحرفيه بتاعت المدرب، انت شايف الولد دوت طبعا لازم تشوف ان انت ده خد شغل وده لسه ما خدش شغل. طب الولد اللي لسه جاي دوت ولما هياخد شغل هيبقى ايه؟ فدي برضو حسبه لازم انت تبقى انت يعني مدركها كويس قوي وعارفها كويس قوي. مقارنه في تمرينه واحده ولا بتقعد معايشه معاه فتره؟ فتره على حسب ما كابتن فتحي او كابتن تامر او كابتن شام او كابتن جمال سعيد بيقرر. طيب هل صدفت قبل كده اللاعب اللي بيجي من التصفيه النهائيه بيكون افضل من جوه الفرقه فبالتالي تمشي اللي في الفرقه وبتاخد اللي من بره؟ ممكن بتحصل؟ ممكن تحصل. ده ساعتها بيبقى اللي جاي من بره كويس. في ولاد بتبقى كويسه مش عارفه تروح مكان فهي بتبقى فرصه ليه، وهي هي الميزه كمان في المحافظات ان انت اللي بتتنقل. يعني ولد مثلا في اسوان او في سوهاج او الاقصر او صعب يجي القاهره فبتبقى صعب عليه ان هو يجي مثلا الاختبارات هنا، فانت لما بتروح له بتوفر عليه بنسبه كبيره. ده مهم جدا، ده قرار عظيم ان طبعًا احنا نسافر محافظات مصر كلها بالزبط ونعمل اختبارات هناك بالظبط. فانت بتلاقي مواهب فعلا الاماكن دي كلها فيها كنوز مش مواهب، يعني فيها حاجات كتيره جدا. لو الشغل كمان في اولاد معلش برضو احنا بنحسبها، في اولاد لو يعني انت بتبص له امكانياته كده هو مثلا 6 من 10 5 من 10 ايا كان موهبته ايه، انت بتبص لها دوت. طب ده لو خد شغل بقى ودخل مع فرقه كويسه وناس مميزين والكلام ده كله، هو هيوصل لفين؟ هيوصل يعني لمرحله ابعد من كده، لان ده جاي زي ما بنقول خام، ما خدش حاجه، ما اتعلمش حاجه. فانت لما تعلمه بقى هيوصل معاك لفين؟ هيتطور ازاي بالشكل ده؟ لازم انت برضو عينك تبقى كويسه طبعا، في الذات في السن الصغير ده اهم حاجه عند المدرب عينه. عينك طبعا عينك ودماغك. يعني هو انا المدرب ده دايما بقول عين بتشوف ودماغ بتفكر وترجم اللي بتشوفه ده ايه. تمام، ده الاهم. يعني طيب دي كانت جزئيه مهمه جدا، لان احنا بحب اسمع شغل المدربين بالذات مع الولاد الصغيرين. مواليد 2010 انت بتتكلم في ولد عنده 9 سنين فبيبقى التعامل معاه اصعب لما يكون لاعب كبير. طيب الجزء الفريق الاول ووجودك معايا كابتن حسين وانت لاعب ليك خبرات في الدوري المصري وفي الكره المصريه ومباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس، مباراه مهمه جدا، مباراه في دور ال 16. فنيا هل ترى ان المباراه
كمستوى فني هتبقى افضل من المباراتين اللي اتلعبوا في الدوري بعد التغييرات الفنيه اللي حصلت في كلا الفريقين، مش في فريق واحد لا في كلا الفريقين. هنا فريق بيراميدز غير الجهاز الفني، جاب لعيبه مشى لعيبه، نفس الامر بالنسبه للنادي الاهلي، بس في النادي الاهلي بعدد اقل او بشكل اقل، لكن في بيراميدز كان مساحه التغيير كانت اكبر. شايف المستوى الفني ازاي في هذه المباراه؟ وهل تتوقع انها مباراه هتكون على مستوى فني كبير، ولا مباراه لسه جايه في بدايه موسم؟ ومش عايز اقول في بدايه موسم، لان احنا امبارح بنتفرج على ماتش ليفربول وتشيلسي، هي بدايه موسم بس مستوى فني وبدني كان عالي جدا. مش عايزين نحسب دي بدي، مش هقارن، بس انا بقول احنا هنا في مصر زي ما بنقول لك ايه، بدايه موسم مباراه هتبقى مباراه كويسه، لان بما يمتلكوا الفرقتين من امكانيات لعيبه جاهزه ولاعيبه كويسه، ان المباراه مش هيبقى الحكم بالنسبه للشكل بتاع النادي الاهلي او بيراميدز بشكل نهائي. دايما المباراه بتبقى اللي في بدايه الموسم، المباراه الكبيره اللي بتبقى في بدايه الموسم ديت ما بتبقاش الفرقه برضو وصلت لافضل حاجه فنيه وذهنيه وقططيه. ما هي الجمله دي، الانسجام والكلام ده كله، ما هي الجمله دي اللي خلتنا اقول. بس امبارح في ماتش ليفربول وتشيلسي كان مستوى تاني خالص، هو لسه في بدايه. معلش هم برضو الطرق الشغل بتاعهم غيرنا احنا. يعني احنا برضو حتى احنا لو هنبص بقى للموسم اللي فات دوت، الموسم الاستثنائي او الموسم العنيف اللي كان السنه اللي فاتت دوت، برضو في لخبطه والكلام ده كله، فده اللي بيخلي الشكل يطلع كده. النظام طبعا بص، الكره في النظام في الكوره مهم، يعني شيء ما 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 تقدرش تحيد عنه في اي حاجه. لازم تبقى انت عارف انت بتبدا امتى وبتنهي امتى، عشان المدرب يقدر يحط احماله التدريبيه ايه، الاستشفاء بتاعه ازاي، البرنامج التدريبي بتاعه بيحطه ازاي. واخد بال حضرتك؟ دي كل حاجه بتسهل على المدرب او على اللعيبه، ان كان في فترات فيها شقة، فيها تعب، فيها راحه، فيها راحه سلبيه، الحاجات دي كلها مهمه جدا. انا ببقى عارف التوقيتات بتاعت التدريب بتاعتي، انا بدي الـ 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 البرنامج التدريبي اللي بحطه للفرقه، انا عارف انا هوصل مثلا بعد شهر هوصل لفين، بعد شهرين هوصل لفين، بعد فتره المنافسه هوصل لفين. واخد بال حضرتك ازاي؟ فده مهم جدا. بره الحاجات دي موجوده، او بره كمان انت وانت ماشي في نهايه الموسم انت بتاخد البرنامج بتاعك. انت ما فيش حد بيقعد راحه سلبيه، بيقعدوا شهر وشهرين في البيت راحه سلبيه. صح، ما فيش حاجه في الكوره اسمها كده. يعني هو بيقضي الاجازه بتاعته، هو واخد برضو حاجات بيشتغلها وبيبقى امين طبعا فيها مليون في الميه، ان هو امين فيها ان هو ما بياخدش راحه سلبيه كامله. يعني في وقت من الاوقات بيخش الجيم مثلا، بياخد جري بوقت معين، الكلام ده كله على حسب الراجل اللي هو معد الاحمال البدنيه بيديك البرنامج دوت، فانت بتمشي عليه حتى في الاجازه بتاعتك، الاجازه مصبوط. اللي انت وانت بتصيف او انت في اي مكان بتعمل الشغل ده. احنا يعني عندنا الكلام دوت يكاد يكون مش، يعني بنسبه كبيره مش موجود، متلاحمه في بعضها بالزبط. والمواعيد ما تبقاش متاحه لده بالظبط كده. فدي بتبقى مشكله، عيب على اللعيب وعيب على الراجل اللي بيحط البرنامج او المدرب اللي بيبقى موجود. طيب مباراه السبت بقى، مباراه السبت انا بشوف ان النادي الاهلي في المباراه اللي هي اللي فاتت ديت ادى بشكل بنسبه كويس، يعني افضل من الـ من الـ من البدايات بتاعه مواجهه بطل جنوب السودان. بالظبط. يعني في تحس ان في تركيز بشكل كبير، تحس ان المعسكر اللي اتعمل في اسبانيا كان ناجح بشكل كبير جدا. موضوع مش عايز اخش في نقط فنيه طبعا كبيره بشكل كبير، لان برضو بدايه موسم الفرقه مع مستر لاسارتي، عايزين نقول ان هي كبدايه لمستر لاسارتي. السنه اللي فاتت الراجل لما جه وكان موجود كان في 17 لعيب او في 18 لعيب كانوا مصابين، وكان في مشاكل كتيره بسبب الاصابه والكلام ده كله، مش عايزين نخوض فيها. يعني الفتره ديت انا بشوفها كبدايه لمستر لاسارتي، كانه لسه جاي السنه دي، ما كانش موجود السنه اللي فاتت. ليه؟ لان السنه دي انت عندك اللعيبه اللي موجوده كلها الحمد لله رب العالمين، ربنا يكمل على خير ان شاء الله باذن الله. اللعيبه كلها ما فيش اصابات، ما فيش حاجه، كل الناس موجوده معاك، تقدر ان انت ب ب ب ب بشكل كبير جدا ان انت تقدر تختار التوليفه الكويسه للفرقه، الانسجام بتاع الفرقه، الكلام ده كله دي بقى بتاعتك انت خلاص. يعني مش عايزين نقول حجه او مش حجه، لا خلاص انت المدرب، الفرقه كلها قدامك، الفرقه بالتدعيمات طبعا، تدعيمات كبيره جدا بعناصر ممتازه حتى لو قليله، بس عناصر مؤثره وعناصر ما شاء الله عليهم. أكيد. ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله، والانسجام يكون سريع مع الفرقه. فبشوف ان النادي الاهلي ان شاء الله بامر الله هيعمل مباراه كويسه. يعني لان انت كمان انا بشوف ان انت عندك فرقتين مش فرقه واحده. يعني دلوقتي النادي الاهلي ما شاء الله انت عندك فرقتين، وعندك فرقتين اي حد يلعب ما مش هيبقى الفريق كبير قوي.
لعيبه يعني لو ذكرنا اسماء انا مش عايز اذكر اسماء والكلام ده كله، في كل مركز هتلاقي لا لعيبه ولعيبه مميزه، كل مركز فيه 2-3 ما شاء الله عليهم. فبنتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان التوفيق في المباريات اللي هي بتبقى كبيره زي كده يبقى موجود. طيب المنافس اللي هتلعب يوم السبت ممكن يكون الشكل الفني ليه مختلف عن الموسم الماضي، يعني الموسم الماضي كان بيعتمد على مهارات فرديه او قدرات لاعب او 2 أو 3، المره دي انت بتلعب فرقه ممكن تكون منظمه اكتر مما كانت عليه في الموسم الماضي. هل التعامل معها بنفس مواصفات الموسم الماضي ولا ده ليه وجهه نظر في اداء فكر معين مختلف عن الفكر اللي لعبت بيه الموسم الماضي؟ طالما المدرب اتغير اكيد الفكره هيتغير. مفيش، مش هتلاقي 2 مدربين في العالم كله عشان تبقى عارف، بتبقى نسب قريبين من بعض في الفكر بنسب، انما مش هتلاقيها 100% بشكل كبير. المدرب اللي كان موجود السنه اللي فاتت او بيراميدز غير كذا مدرب، احنا هنتكلم على اخر حاجه كانت موجوده المدرب كان دياز اللي كان موجود معاهم، ليه فكر معين. انا بشوف ان الفكر بتاعه يعني هيختلف بشكل كبير جدا عن عندي صبر، عندي صبر، دي صبر منظم اكتر، دي صبر منظم اكتر، ودي صبر برضو عايزين نقول ان هو يعني الفتره اللي قعد فيها في نادي الاسماعيلي خد فكره كبيره عن الـ عن الـ عن اللعيبه في مصر. فدي هتبقى يعني نقطه بالنسبه له ايجابيه عن دياز. يعني دياز اشتغل في المنطقه العربيه والكلام ده كله، برضو بتختلف ان انت تشتغل في الدوري المصري وترجع تاني ليه، دي بتبقى فلسفته في مع بيراميدز ممكن تكون مختلفه شويه كمان، بالاضافه لكل اللي احنا قلناه انه بيعتمد اكتر على الكرات العرضيه وعشان كده تعاقد مع جون انطوي، بيعتمد على الاجنحه عشان كده تواجد اسلام عيسى في نادي بيراميدز، وفي اكتر من لاعب في اكتر من مركز بيطبق له نفس الفلسفه اللي عايز يعملها في المباريات القادمه. ما هو نوعيه الاختيار اللي هي بتاعت اللعيبه ديت ممكن تديك مؤشر ان الراجل دوت عايز طريقه اللعب بتاعته هتبقى ايه. يعني هو انا بشوف ان هو جاب انطوي، جاب تقريبا عمرو مرعي، سمعت ان هو راح وابراهيم حسن، ابراهيم حسن لا اللعيبه اللي هي الفراوده كمان اللي جون انطوي واحمد علي، واحمد علي ودودي الجباس، ودودي الجباس. فانت بتحاول ان انت يبقى عندك اكتر من عنصر هداف. ده معنى كده ان انت طريقه اللعب بتاعتك هتبقى طريقه هجوميه بشكل كبير. تمام، واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني انت مش هتبقى معتمد على ان انت تبقى الناس اللي جايه من تحت من نص الملعب او الكلام ده كله، لما بيبقى عندك اختيارات كتيره في عنصر فردو ممكن نشوف بشكل تحصل يعني لوك اوت. فبشكل كبير انت ممكن تبقى بتلعب بطريقه معينه، ممكن تغير طريقه لعبك لو النتيجه مش سامحه معاك او الكلام ده كله، ممكن يبقى عندك الامكانيات بتاعه اللعيبه اللي موجوده عندك انها تسمح ان انت ممكن تلعب بفرودين في وقت من الاوقات. تتوقع يكون فيها نسبه اهداف عاليه للمباراه ولا لا؟ كل فريق هيقفل خايف لان الهدف هيبقى صعب. صعب الفرق الكبيره او الماتشات الكبيره اللي بتبقى فيها امكانيات لعيبه بشكل كبير كويسه والكلام ده كله ما بتبقاش مفتوحه بشكل كبير قوي. انا متوقع في البدايات عامه انا متوقع ممكن تشوف ماتش كوره حلو. يعني تشوف ماتش كوره حلو، انما اهداف كتيره هتبقى الامور صعبه. ليه؟ انت عندك الامكانيات بتاعه اللعيبه اللي هي مثلا لو هنقول الفراوده كويسين مميزين، ما انت عندك المدافعين في الفرقتين برضو مميزين، بس في بيراميدز ابطا شويه، بيتميزوا في الهجوم بالكرات العرضيه وبالضربات الراس. بص انا هقول لحضرتك حاجه، انا اتفرجت على احمد علي، لكن في الدفاع في بطء بسيط. انا اتفرجت على الماتشين، ماتش النادي الاهلي وماتش بيراميدز اللي هم بتوع في افريقيا. بيراميدز عنده مشكله عن السنه اللي فاتت، ممكن يكون ناس كتير ما خدتش بالها منها، عندهم نسبه الميس باص في نص الملعب كبيره بشكل كبير جدا، وجاء منها جه هدف لفريق الكونغو. لا كمان غير الهدف بتاع الولد الصغير اللي هو نزل دوت، ممكن معذور طبعا لانه 2001 والكلام ده صغير في السن والكلام ده كله، انما لما تشوف قبل كده بقيه المباراه النسبه بتاعه التحكم بتاعه اللعيبه بتاعه بيراميدز في نص الملعب والكلام ده كله مش زي السنه اللي فاتت. انا بشوفها ان هم اقل من السنه اللي فاتت، موضوع الميس باص كان كتير، كان بنسبه كبيره في نص الحته دي. ممكن ترجع برضو، هنرجع تاني نقول ان احنا برضو في بدايه موسم للفرقتين والكلام ده كله، حته الانسجام او حته طريقه التحفيظ بتاعه المدرب او الكلام ده كله لسه ما وصلتش طبعا بنسبه كبيره، ان هي تبقى التحكم في الاداء في الباص والتحركات والكلام ده كله ممكن تكون بنسبه كبيره لسه ما نادي بيراميدز ما وصلهاش. ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي باذن الله في مباراه يوم السبت، وان شاء الله نتخطى هذه المباراه ونستعد بقى بعدها بايام لمباراة افريقيا وثم مباراة دور الثمانية وقبل النهائي، لان الايام كلها مرتلية ان شاء الله باذن الله، ويبقى موسم سعيد على النادي الاهلي بامر الله، ونفوز بكل البطولات ان شاء الله بامر الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب عايز اقول لك مصر هتلاعب البرتغال ان شاء الله الساعة 5:30 يوم ايه يا جماعة؟ يوم السبت باذن الله. دي يعني دي مباراة دور
نوصل ان شاء الله قبل النهائي باذن الله. اتفرج على الماتش النهارده بتاع ايسلندا. ما شاء الله عليهم رجاله. الجميل في اتحاد اليد ان كل المراحل السنيه واصله لمرحله المربع الذهبي وعامل نتائج متميزه جدا. بالظبط. وليهم كل التحيه والتقدير يعني اللي هم بصراحه مشرفينا وبيأدوا برجوله وبشكل كويس جدا. وبنتمنى من ربنا الاستمراريه بقى كمان يعني. الاستمراريه لان كذا جيل ان شاء الله باذن الله يكون متاح لنا ان شاء الله في 2021. يعني مصر هتنظم كاس العالم لكره اليد. ان الجيل ده 98 وال2000 قريبين جدا من السن من بعض في السن وممكن تعتمد على نصهم في الفريق الاول في كاس العالم بعد سنتين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يا موسى نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي لتخطي مباراه السبت ان شاء الله. وبالتوفيق ليك يا كابتن حسين في قطاع الناشئين. نشوف بقى لاعبين متميزين في مرحله مواليد 2010 يا رب ان شاء الله. ونلتقي بعد كذا سنه ونقول بقى اسامي اللعيبه اللي كنت بتتكلم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانت طيب يا كابتن. طيب الله يحفظك. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا مع كابتن حسين شكري. استفدنا بوجوده لانه مدرب فريق النادي الاهلي مواليد 2010. نشوف ازاي بيشتغلوا في قطاعات الناشئين والبرايم مع السن الصغير ده، لان السن ده تحديدا ليه طريقه معامله مختلفه عن اللعيبه الكبيره او في مرحله الشباب والناشئين. والجزء الاخير المتبقي عن مباراه الاهلي وبيراميدز ان شاء الله يوم السبت، مباراه هامه جدا نتمنى التوفيق يا رب فيها للنادي الاهلي اللي بالتاكيد مشوار الكاس. يعني احنا النهارده في 2019 من سنتين كنا حققنا الثنائيه، اخر ثنائيه الدوري والكاس كانت من سنتين في 2017. ان شاء الله باذن الله 2019 نكون فيها ثنائيه دوري وكاس باذن الله، ولما لا سوبر وافريقيا. وان شاء الله تكون سنه سعيده على كل جمهور النادي الاهلي. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. والى اللقاء.